انا دلوقتي دخلت كميه هواء، ده الشوط الاولي اسمه الانتيك ستوك. ثاني شوط البستون هيتحرك من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر، هيضغط كميه الهواء اللي اتسحبت في اول شوط. ضغطنا كميه الهواء دي، كميه الهواء دي درجه حرارتها هتعلى جدا، فبقى عندي ايه؟ عندي هواء سخن. هيبدا بقى الشوط الثالث اللي هيحصل عندي ده اسمه الباور ستوك. قبل البستون ما يوصل للتوب ديد سنتر هيبدا الانجكتور ياخد اوردر ان هو يحقن الديزل فويل او يحقن السولار اللي عندي ببريشر عالي قوي، فهيعمل له عمليه اتومايزيشن. عمليه الاتومايزيشن ده هتخلي الدروبلت حجمها صغير قوي، فهيحصل ميكسنج مع الهواء السخن اللي انا ضغطته في الشوط الكومبريشن، فيحصل في خاصيه طبعا في الديزل اسمها السيلف اجنيشن. ده لو انا عندي ديزل انجن مع هواء ادي خليط وعملت له عمليه ايه ضغط، فالتمبريتشر بتاعته عليت قوي والبريشر بتاعه عالي قوي، فيحصل سيلف اجنيشن. السيلف اجنيشن ده هيحصل لي انفجار. الانفجار ده البستون نفسه هيتحرك من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر ويعمل لي حاجه اسمها الباور ستوك. البستون ده يتحرك لي من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر وده الباور ستوك. بعدها بشويه البستون اللي جنب منه هيعمل نفس القصه، بعدها بشويه البستون اللي بعد منه هيعمل نفس القصه، فبالتالي الباور دي كلها هتتجمع لي على مين؟ على الكرانك شافت. فالكرانك شافت يبقى ايه؟ هيقعد يدور. طب بالتالي هحصل على مين؟ على الباور اللي انا محتاجها لمين؟ من الديزل انجن. طيب دلوقتي حصل الاحتراق والبستون اتحرك من فوق لتحت اداني شوط الباور. الاحتراق ده في الاكزوست ده هعمل فيه ايه؟ البستون هيتحرك تاني من البوتوم ديد سنتر للتوب ديد سنتر، هيعمل لي عمليه او سكافنجنج لمين؟ للاكزوست، فيطلع لي العادم اللي انا مش محتاجه. العادم اللي انا مش محتاجه ده هيروح فين؟ العادم اللي انا مش محتاجه ده هجمعه وادخله على التيربو تشارجر يعمل ايه؟ يشغلها. بالتالي الباور بتاعتها ذا سيم شافت عليها كومبريسور. الكومبريسور هيعمل لي ايه؟ هيدخل لي الهواء للانجن. عشان كده دايما بيسموا التيربو تشارجر ده بيسموه نظام الشحن الجبري. نظام الشحن الايه؟ الجبري. يعني انا بدخل كميه هواء كبيره قوي، فاهم ازاي؟ لنفس الصايد من الديزل انجن وانا ما كبرتش حجمه. يعني عندي ديزل انجن بيطلع مثلا 200 كيلو وات وهو شغال ناتشورال اسبيريتد، علشان ازود الباور بتاع الديزل انجن ده عندي 2 اوبشن. الاوبشن الاولاني يا اما كبر السايز بتاعه فبالتالي قطر البستون هتكبر والانجن بلوك حجمه هيزيد، فبالتالي دي بالنسبه لي ايه؟ فلوس هتندفع في الانجن في الباتري في الماتيريال. فبالتالي في الاوبشن الثاني اللي الناس كلها اتجهت له، قال لك طب ليه اكبر حجم الانجن؟ طب ما ممكن ازود كميه الهواء اللي هتتحقن جوه الكومبشن تشيمبر ونفس الحجم من الانجن هيبقى موجود، فاستخدموا حاجه اسمها التيربو تشارجر. فالتيربو تشارجر بيزود لي الباور بنسبه 30% at the same size of engine وحجم الانجن ما اتغيرش. طبعا الاكزوست هيعدي مين؟ على التيربو. بعد كده هيطلع لي مين؟ على المفلر بتاعي او الشكمان. طيب احنا قلنا هنقسم الديزل انجن لاربعه سيستم. احنا فهمنا اول سيستم اللي هو الاير انتيك. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد انا اسف المقاطعه، ممكن حضرتك بس تكبر البرزنتيشن، تضغط على الفول سكرين بتاعها بحيث الكتابه تبقى يعني واضحه اكتر. ايوه احنا ممكن الاير انتيك اند اكزوست سيستم. في حد عنده اي سؤال فيه؟ هو الشاشه اختفت تاني يا حضرتك. باشمهندس محمد سامعني كويس؟ طب كده ظاهر؟ أيوة. اه تمام
حضرتك اتفضل والاسئله من خلال للاخر. لا كده يعني الشاشه صغر التاني، بعد اذنك نكبرها افضل عشان حضرتك اضغط جنب العلامه بتاعت اللي هي 74% طب دي، ما انا اضغط مكبرها عليها. بس. طب كده كبرت؟ ايوه تمام كده، تمام ماشي اتفضل. تاني سيستم عندي، احنا فهمنا الاير انتيك اند اكزوست سيستم. تاني سيستم مهم عندي في الانجن هو الكولينج سيستم. طبعا جزء الاحتراق اللي بيحصل ده، يعني انا عندي ثيرمال انرجي عاليه قوي، الثيرمال انرجي دي لازم البارت دي عشان تتحملها لازم اعمل لها عمليه تبريد. عمليه التبريد دي انا عباره عن سيستم اسمه كولينج سيستم، هنفهمه واحده واحده كده. خلينا نتكلم كده على انجن عندي. الانجن ده علشان يحصل فيه كومباشن حرارة، مثلا الفلين تمبريتشر اللي بتبقى طالعه منه بتبقى طالعه تقريبا مثلا بتكلم في 600 يجري سليد في 700، فبالتالي محتاج اعمل عمليه ايه؟ تبريد. فالتبريد ده عن طريق ايه؟ عن طريق ميه. الميه دي عشان تمشي في سايكل جوه الانجن وتبرد روتيتنج بارتس ديت وتبرد غوص، لازم تمشي في سايكل. السايكل دي عباره عن اسمه الكولينج سيستم. الكولينج سيستم او المنظومه دي بتبقى نقطه البدايه بتاعتي فيها حاجه اسمها الووتر بامب. الووتر بامب دي بتاخد من حاجه اسمها رادياتير او رادياتو. رادياتو ده او المشع ده هو في الاخر اللي بياخد الحراره بتاعت الانجن كلها او الميه اللي سخنت جوه الانجن بيعمل لها. فبالتالي البامب دي هتدخل مين؟ هتاخد الميه من تحت من اقل نقطه يخش على الوتر. البامب دي هتاخد الميه تدخلها على حاجه اسمها الاويل كولر. الاويل كولر ده هو عباره عن شيل اند تيوب هيديك تشارج، بيبقى عباره عن شيل وتيوب. الشيل بيبقى ماشي فيه الميه والتيوب بيبقى ماشي فيها الايه؟ الزيت. فبالتالي الميه دلوقتي حصل لها ايه؟ اول حاجه الووتر بامب اخذت الميه من الاويل كولر، الزيت نفسه اللي ماشي جوه الانجن حصل له عمليه ايه؟ كولينج. طلعت الميه بعد ما بردت الزيت دخلت على مين؟ على الانجن بلوك. احنا واحنا بنشرح في الاول قلنا البستون وهو بيتحرك في حاجه اسمها لاينر او شميز. اللاينر او الشميز ده قلنا حواليه كولينج جاكيت او في مسار للميه، علشان هو ده الجزء اللي بيحتوي الكومباشن تشامبر. فبالتالي هيخش الميه دي هتخش الانج برد مين؟ تبرد السلندر لاينرز دي. طب بردت خلاص والدنيا كويسه، بعد كده الميه دي بتطلع فين؟ تطلع للسلندر هيد تبرد مين؟ مسارات الميه اللي جوه السلندر هيد. الميه دي سخنت والدنيا خلاص، احط في اخر السلندر هيد هنا بحط حاجه اسمها ايه؟ ثيرموستات. ثيرموستات هاوس. ايه بقى الثيرموستات ده بقى؟ الثيرموستات ده شكل انجن عندي، ده راديتير وبيبقى عندي ادي الووتر بامب. ووتر بامب خش على الاويل كولر يبرد مين؟ السلندر لاينر. الميه خلاص تمام مفيش مشكله، اطلع فوق برد الايه؟ سلندر هيد. سلندر هيد في حاجه اسمها ثيرموستات واقفه عندي هنا. الثيرموستات ديت وظيفتها ان هي تعتبر فالف قافل السكه على الميه، يعني الميه هنا ايه؟ عندي محبوسه جوه الانجن. الثيرموستات ده يبدا يفتح لو التمبريتشر بتاعه الميه وصلت 83 84. لو وصلت 83 84 بالتالي هيفتح المسار ده يدخل الميه السخنه على مين؟ على رادييتور، يقول له خلاص انا محتاج ابرد الميه دي تاني عشان ادخلها جوه الانجن. طيب ليه انا حاطط ثيرموستات وليه حابس انا الميه في الجزء ده؟ انا وانا شغال في الانجن ده لازم الاجزاء دي كلها، الاجزاء بتاعه روتيتنج باكس والكومباشن تشامبر بتبقى اجزاء بتتعرض لدرجات حراره عاليه جدا. فالبيستون وهو بيتحرك جوه لازم الغلاف اللي حواليه تبقى درجه حرارته عاليه قوي، ما ينفعش ابرده تبريد ايه؟
مفاجئ. لو انا مفيش الثيرموستات فالدايره كلها هتاخد الطرمبه من تحت في الاخر هتدي راديتور من فوق، فبالتالي الميه نفسها مش هيحصل لها عمليه ايه؟ تسخين. فالووتر جاكيت اللي حوالين الشميز هيبقى درجه حرارته منخفضه، والكومباشن تشمبر درجه حرارتها عاليه جدا، فهيبقى في فاريشن كبير في درجات الحراره، ممكن تعمل ثيرمال ستريس على اللاينر وعلى الروتيتنج بارتس ديت يحصل لها شرخ بعد كده. فانا عامل الثيرموستات عشان الانجن نفسه يحبس الميه دي جواه لحد ما توصل تقريبا ل 83 84 درجه، بعد كده يفتح الثيرموستات يدخل لمين؟ للانجن راديتور، وبالتالي احافظ على الكليرنس اللي بتحصل جوه. دلوقتي البستون نفسه فاهم ازاي حواليه شامبر، الشامبرز ديت هي ديت اللي مانع التسخين، يعني كومباشن تشامبر اللي بيحصل فوق البريشر العالي ده انا مش عايزه يهرب ليحصل تحت المين للاويل بان. لكن لو حواليه الووتر جاكيت درجه حرارته قليله الخلوص ده هيبقى واسع قوي، هيحصل ايه بقى؟ هيحصل تهريب للبريشر والتمبريتشر جوه الكومباشن تشامبر هتقل، فبالتالي مش هحصل على الباور اللي انا عايزها منين؟ من الانجن بتاعي. فاحنا السايكل بتاعه الكولينج سيستم فهمناها، اللي هي عباره جزء ديتو ده وهو بيبقى عباره عن ايه؟ سربنتينه زي ما احنا شايفين كده مواسير وعليها فين، وطبعا الميه بتخش فوق هنا في الابر هيدر ده وتنزل تتبرد عن طريق، وفي عندي مروحه بتبقى ورا هنا، المروحه دي عن طريق فلو بتاع الهواء هيمرد الميه اللي ماشيه فين؟ في المواسير. فبالتالي اللور هيدر ده هيبقى درجه حراره الميه فيه ايه؟ منخفضه، والابر هيدر ده هو اللي بيبقى فيه الميه السخنه اللي طالعه لي منين؟ طالعه لي من الانجن. بيبقى الشكل بتاعه كده، بيبقى عباره عن سوسته وجزء مسار، لما درجه حرارته بتعلى بيحصل له ايه؟ بيحصل له عملية تمدد يفتح لي المسار بتاع الهواء. كده اتكلمنا على الاير انتيك اند اكزوست سيستم، واتكلمنا على الكولينج سيستم. ثالث سيستم ومن السيستمز المهمة جدا في اي ديزل انجن اللي هو اللوبريكيشن سيستم. الموفينج بارتس جوه الديزل انجن ديت كلها علشان ما يحصلش ميتال تو ميتال كونتاكت وما يحصلش ويل ديت، لازم يبقى في عندي زيت. الزيت ده هيعمل لي اربع وظائف او خمس، ان هو بيقلل لي الفريكشن، ثاني حاجه بيعمل لي كولينج للانترنال بارت اللي جوه، ثالث حاجه ان هو بيعمل لي كليننج للانجن من الدارت اللي بتبقى موجوده جوه. كل الاجزاء الروتيتنج دي بيحصل لها تقال، الاجزاء اللي بتقال كل الدورز دي هتنزل لي فين؟ في الاويل بان تحت. فبالتالي مين اللي هيشيله ويفتح الديبوزيتس دي كلها؟ الزيت. طيب الكرانك شافت ده علشان بيحصل له روتيشن، روتيشن جوه الجورنال بيرنج. الجورنال بيرنج دي مين بقى اللي هيشيل الكرانك شافت؟ هي الاويل فيلم اللي تبقى موجوده. فمن ضمن وظائف الزيت ان هو بيعمل لي اويل فيلم، هي اللي بتشيل مين؟ بتشيل الكرانك شافت. رابع حاجه طبعا بيتشال مين؟ من الاجزاء اللي عندي من الايه؟ من هارمفول اسيدز. تم التكوين طبع على الاجزاء روتيتنج بارتس جوه الانجن. لو هنتكلم دي الاجزاء الاساسيه، لو هنتكلم على السيستم نفسه بتاع اللوبريكيشن، المين كومبوننت في الكون كانت الووتر بامب. المين كومبوننت في الكولينج سيستم كانت الووتر بامب. المين كومبوننت في اللوبريكيشن سيستم هي الاويل بامب. الاويل الكولينج سيستم الووتر بامب بتبقى سنتريفيجال بامب عاديه، لكن في اللوبريكيشن سيستم بتبقى جير بامب. ليه؟ في الكولينج سيستم انا محتاج اعمل سيركيليشن للميه جوه الانجن، بس مش محتاج ضغط، محتاج كميه فلو انها يعمل لي سيركيليشن جوه الانجن يبرد لي روتيتنج بارتس بتاعه الانجن. لكن في اللوبريكيشن سيستم محتاج بريشر. البريشر ده علشان الزيت بيخش في اجزاء الكليرنس اللي فيها صغيره قوي،
فانا محتاج الزيت يخترق الكليرانس الصغيره قوي دي، فمحتاج بريشر اعلى، فهلاقي في الكولينج سيستم اقصى بريشر عندي 25 مثلا بي اس اي، لكن في اللوبريكيشن سيستم ضغط الزيت بيوصل ل 60 و70 و80. فعشان كده انا محتاج في اللوبريكيشن سيستم مش محتاج اوتو دايناميك بامب، انا محتاج بوستيف ديسبليسمنت بامب علشان تعمل لي ايه؟ تعمل لي كرييشن للبريشر اكوردنج للريستانس اللي هتعملها في السيستم. طيب نوع البوستيف ديسبليسمنت بامب اللي انا هستخدمها في الديزل انجن اسمها ايه؟ اسمها جير. الجير بامب ديت اللي احنا شايفينها قدام اللي اسمها الاويل بامب دي، هتسحب لي الزيت من حاجه اسمها الاويل بان. الاويل بان او الايه؟ المكان او مجمع الزيت اللي بيبقى في اوطى نقطه في الانجن، مجمع الزيت. لو انت عندك عربيه فاهم ازاي؟ لما بحط الزيت، الزيت بيتجمع في الاويل بان او بيسموها الكارتيره تحت. فبالتالي الاويل بامب دي هتسحب الزيت من الكارتيره تحت او الاويل بان. فقبل ما تسحبه لازم اعمل فلتريشن سيستم للزيت ده، فبركب حاجه اسمها ايه بقى؟ بركب حاجه اسمها سكشن بان. الفلتر ده هينقي لي الزيت اللي جاي من الكارتيره من الشوائب عشان يخش على مين؟ على الجير بامب. يقوم التو جيرز دول يعمل عمليه سكويزنج للاويل بتوين التو جيرز دول، اعمل عمليه عصر المين للزيت ما بين الايه؟ الكارتين دول، فهيطلع لي بريشر عالي قوي هنا. فطبعا لو زي ما فهمنا قبل كده وخدنا في الكليه، اي بوست ديسبيسمنت بامب لازم اعمل لها عمليه بروتكشن، علشان البوست ديسبيسمنت بامب دي ممكن لو ما عليهاش بروتكشن تدمر السيستم اللي راكبه عليه. علشان خاصيه من خواص اي بوست ديسبيسمنت بامب ان هي ممكن البريشر اللي بتطلعه يبقى عالي قوي، فممكن تعمل كريت للبريشر. فلازم اركب سيفتي ريليف فالف، ده بيبقى معمول له ادجاستنج. مثلا لو هي بتطلع 60 بي اس ار يبقى ده يفتح عند 60 بي اس ار اكتر من عند 65 بي اس ار، بحيث لو البريشر اللي عالي اللي طالع منها ده حصل انسداد في السيستم اللي بتغذيه البامب ده، يقوم الريليف فاتح مترجع مين؟ مرجع الزيت للاويل بان مره ثانيه. طيب الزيت اللي طلع لي من الاويل بامب دي هيخش فين؟ اول حاجه هيخش عندي الاويل كولر. هيخش فين؟ الاويل كولر. هتقول لي ده الزيت لسه طالع من الكارتيره ملحق يسخن، هقول لك لا، انا بتكلم على كونتينوس اوبريشن، مش من اول نقطه، انا بتكلم على والانجن شغال الزيت يسخن. فانا بتكلم ان السايكل في النورمال اوبريشن بتاعتها الزيت ده هيخش على الاويل كولر. طبعا الاويل كولر برضو عليه باي باس فالف. لو الاويل كولر ده اتسد ايه اللي هيحصل؟ الباي باس فالف ده يعمل ايه؟ يفتح يغير المسار، بدل ما يخش على الاويل كولر اتسد ادخله على الاويل. طيب نركز مع بعض كده، اللي طالع من الباي باس هو خلاص دخل على الاويل كولر، طالع من الاويل كولر، جزء منه خلاص دخل مين؟ على الاويل فلتر. الخارج من الاويل فلتر ده هيتوزع لمسارين، المسار الاولاني يدي حاجه اسمها عقرب الزيت في الانجن بلوك. فاكرين الانجن بلوك اللي احنا اتكلمنا عليه اول حاجه واحنا بنتكلم؟ الانجن بلوك ده فيه دريلد باسج، فيه مسارات جوه، المسارات دي يمشي فيها الزيت علشان يغذي، يفتح فتحات صغيره كده يغذي لي مين؟ البيرنج اللي ايه؟ اللي شايله الكام شوب وشايله الكرانك شوب، هنشوفها قدام. فبالتالي انا الجزء ده هيخش مين؟ هيخش للايه؟ للاويل مانيفولد. الاويل ايه؟ مانيفولد. طيب ليه مسار تاني طالع على السيربو؟ اول نقطه زيت هتطلع من الفلتر، اول نقطه زيت هتطلع من الفلتر هتروح اول حاجه هتروح لمين؟ للتيربو تشارجر. ليه التيربو تشارجر؟ لان التيربو تشارجر ده بيشتغل بسرعه 30,000 لفه في الدقيقه، يعني الار بي ام بتاعته عاليه جدا، في حين ان الانجن ده نفسه بيشتغل
1500 ار بي ام. فبالتالي جزء المهم جدا اللي انا زيته الحاجه اللي بتدور بسرعه عاليه قوي دي، فبالتالي فيه مسار للزيت هيخش يعمل لي ايه، يعمل لي عمليه لوبريكيشن للتربو تشارج. طب خلاص الجزء الداخل مين؟ دخل للاويل مانيفولد. المانيفولد دي شكلها عامل ازاي بقى؟ هتشوف الرسمه اللي جايه دي عشان نرجع لجاي. لو شفت اي انجن طبعا شكل الاويل كولر بيبقى عامل كده، والاويل فلتر بيبقى الشكل ده، واللي طالع من الاويل كولر داخل على ايه؟ الوصلة دي بعد كده مفتوح على البلوك نفسه. المسار ده بيدخل لي لاويل باسج جوه دريلد جوه الايه؟ الانجن بلوك. هنشوفها دلوقتي. ركز فيها كده. احنا قلنا ادي الاويل باسج اللي بيخش فيها الزيت، يبدا بقى ايه؟ فيها مسارات دريلد جوه الانجن بلوك. مسار منها يخش لمين؟ للمين بيرنج اللي شال الكرانك شافت، وجزء يخش لمين؟ للكام شافت بيرنج. بعد ما انا زيت الكام شافت بيرنج في مسار بيطلع بقى ايه؟ يزيت لي مين؟ يزيت لي الروكر ارم اللي هو بيفتح ويقفل مين؟ الصبابات اللي هي موجودة فين؟ في السلندر هيد. فاحنا دلوقتي عشان نفهم اللوبريكيشن سيستم هو عبارة عن ادي الاويل بان بتاعتي اللي بياخد منها مين؟ الاويل بامب، تسحب لي من الاويل بان، عدى كده على مين؟ على الاويل كولر. وقلنا الاويل كولر عليه مين؟ عليه باي باس فالف. لو الاويل كولر ده اتسد يفتح مين؟ يفتح المسار الثاني، يخش على مين؟ على الفلتر، يطلع من الفلتر يخش على مين؟ على المين هيدر بتاع مين؟ بتاع الزيت اللي دريلد فين؟ في الانجن بلوك. خلاص يبدا يوزع فين بقى؟ يوزع على مين؟ على جلبه مين؟ جلبه الكرانك شافت او المين بيرنج. بعد كده بيبقى في دريلد باسج يروح فين؟ يروح للكام شافت بيرنج ويطلع منها على مسارات كولينج تيوبس. راح فين؟ طبعا احنا قلنا في الاول خالص في جزء طالع راح فين؟ رايح على التربو تشارجر. يروح بقى على الفالف ليفترز اللي موجوده فين؟ في السلندر هيد يزيتها. فدي كلها اسمها ايه؟ اللوبريكيشن سيستم. طيب الزيت اللي طالع للتربو تشارجر ده هو زيت وخلاص، فهيبقى في مسار اسمه راجع بتاعي يرجع يروح فين؟ يخش تاني يرجع للاويل بان. فاحنا فهمنا كده اللوبريكيشن سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من جير بامب. الجير بامب بيطلع فين؟ على الاويل كولر، من الاويل كولر على الاويل فلتر، على المانيفولد بتاعت الزيت، تدي مين؟ تدي الجورنال بيرنج بتاعت الكرانك شافت. زيتنا الجورنال بيرنج بتاعت الكرانك شافت، في دريلد باسج جوه يطلع لمين؟ البيرنج بتاعت الكرانك شافت، يطلع منها يروح فين؟ يروح للفالف ليفتر، وتطلع للايه؟ للفالف ميكانيزم اللي موجود في السلندر هيد بيفتح ويقفل مين؟ الصبابات. ده اسمه ايه؟ اللوبريكيشن سيستم. احنا بنحاول نسرع في الشرح عشان نبدا ايه؟ ناخد اكتر كميه معلومات احنا نقدر نقولها. طيب الاويل بامب دي هتشغلها ازاي يعني؟ هتاخد حركتها منين؟ هتاخد حركتها من كاس راكب عليها. واخد حركته منين؟ ياخد حركته من حركة الكرانك شافت. فالكرانك شافت عندي ده هو الموزع الرئيسي للحركة جوه، هو الموزع الرئيسي للحركة جوه الانجن. فعشان كده التروس بتبقى دايما فين؟ في الانجن بيسموها تروس التقسيمة او وش التقسيمة. بيبقى ترس الكرانك شافت عليه ترس الناول، بيدي مين؟ بيدي الجير بامب بتاعت الزيت، او بيدي الجير بامب مباشره من غير ترس مناول، ويبقى في ترس مناول تاني بيدي بعد كده هنفهم للفول انجكشن بامب. وطبعا دي الجير بامب، فنزق ادي الالت وادي الاوتلت، وبيعمل سكويزنج لمين؟ للليكويد ما بينها بحيث تطلع لي ايه؟ بريشرايزد اويل. طبعا ده شكل الاويل كولر من جوه، بيبقى عباره عن الزيت بيمشي في الشيل والميه بتمشي فين؟
في التيوبس. المايه تمشي فين؟ في التيوب. على شكل البايبابل. وده ادي مصائل الزيت اللي طالع عندي عشان ايه؟ الصبلال بتاعي الزيت اللي هو ايه؟ هيبقى رد العمود بتاع مين؟ بتاع الكريبوت شارج. ده طبعا شرح لي كل الاجزاء بتاعت مين؟ بتاعت اللوبريكيشن سيستم اللي هي الاويل مانيفولد والبيستون. طيب في نقطه كمان، المسار نفسه او الاويل مانيفولد الموجود عندي بيبقى راكب عليها جوه السلندر بلوك، حاجه اسمها كولنج جيت. كولنج جيت دي عباره عن نوزل كده بتاخد الزيت بالاويل مانيفولد دي تبرد البيستون وهو نازل، بحيث تبرد السكيرت نفسه او جسم البيستون علشان يزيل منه عمليه، تعمل له عمليه ايه؟ كولنج، عشان هو معرض لثيرمال ستريس عاليه جدا نتيجه ان البيستون فوقيه الكومباشن ايه؟ شامبر. طبعا سيستم عندي اسمه الايه؟ الفويل سيستم. طبعا الفويل سيستم ده انا الديزل ده عشان يتحرق لازم في مسار هيمشي فيه من اول ما يجيلي من التانك اري التانك بتاع الديزل او تانك السولار عندي في العربيه، مثلا العربيه اللي شغاله ديزل، هيعمل ايه بقى؟ هيطلع منها الخارج منها طبعا فويل فلتر. الفويل فلتر ده هينقذ ليه الجاز ده، هيخش على اول حاجه، اسمها ترانسفير بامب. نركز في نقطه ان انا علشان الجاز ده هدخله جوه الكومباشن تشامبر اللي انت شايفها فوق دي. الكومباشن تشامبر دي تقريبا بيبقى الضغط بيوصل ل 3000 و4000 بي اس اي. علشان ارفع ضغط من اتموسفير ل 3000 و4000 بي اس اي هعمل عمليه ايه بقى؟ ان انا هرفع الضغط على مرحلتين. ارفع الضغط على ايه؟ على مرحلتين. فهركب حاجه تحت هنا اسمها ايه؟ فويل ترانسفير بامب. هتاخد لي ايه؟ هترفع لي ازاي؟ لايه؟ لتقريبا 100 بي اس اي ولا حاجه، يخش على مين؟ على الكركة او مين؟ البرايمري ايه؟ فلتر. يخش على الكركة دي اسمها كركة التحضير او البرايمري بامب. يحصل ايه بقى؟ يطلع منها على الفويل انجكشن بامب. هنفهم الفويل انجكشن بامب دي شغالة ازاي؟ ويطلع من الفويل انجكشن بامب يخش فين؟ على الانجكتور. الانجكتور يعمل لي عملية الايه؟ بالتالي يحصل عملية ايه؟ ميكسنج. ما بين مين؟ ما بين الهوت اير اللي انا عملت له عمليه كومبريشن ومين؟ والجاز. فيحصل بعد كده السلف ايه؟ السلف اجنيشن. فالسايكل بتاعه الفويل ادي التانك يخش لبرايمري فلتر او بيسموه ووتر سيبريتور. لو انا عندي الجاز ده في كميه ميه ولا حاجه هيحصل له عمليه ايه؟ فلتريشن، اسحب منه الميه، يخش على الفويل ترانسفير بام. الفويل ترانسفير بام تدي لمين؟ للبرايمري بام، راكب عليها برايمري فلتر. فاهم ازاي؟ يعمل ايه؟ يدي الفويل انجكشن بامب. الفويل انجكشن بامب الفويل اللي طالع منها يطلع على الانجكتور. هنفهم الاجزاء دي بايه؟ طبعا دي الفويل ترانسفير بامب هي عباره عن بلانجر بامب. فاهم ازاي؟ بتسحب الضغط عن طريق الايه؟ البلانجر نفسه بينزل ويطلع. فاهم ازاي؟ بيعمل عمليه ايه؟ تحت يفتح مسار ويضغط مين؟ يضغط مين؟ يضغط الفويل فوق هنا، فبيطلعه تقريبا من ضغط الكام؟ ياخده يطلعه تقريبا 45 او 25 بي اس اي اكوردنج للايه؟ للود اللي عندي. يخش طبعا الفويل انجكشن بامب، يخش حاجه جوه الفويل انجكشن بامب اسمها الفويل مانيفولد. الفويل ايه؟ مانيفولد او الفويل، انجكشن اريا. الفويل مانيفولد دي لو هنبص جوه كده هلاقي في حاجه اسمها ايه؟ البلانجر. حاجه اسمها الايه؟ البلانجر. ايه البلانجر دي؟ هنفهمها قدام بالتفصيل بس نركز فيها كويس. طيب طبعا في ديزل انجن بدل ما يركب فويل انجكشن بامب ويركب الدايره دي كلها تبقى دايره كبيره جدا، في المكن الكبير جدا ده انا ما بركبش فويل انجكشن بامب وترانسفير بامب والقصص دي كلها. بعمل ايه؟
بعمل حاجه اسمها يونت انجكتور. يونت ايه؟ انجكتور. فبيبقى رشاش زي ما انت شايفه قدامك كده، بس ايه؟ زي ما بيقولوا 5 في 1، يعني بيعمل عمليه فول انجكشن وبيسحب وبيعمل عمليه فلتريشن. وبالتالي انا عملت ايه بقى؟ عملت بدل ما اركب فول انجكشن بامب اللي حجمها كل ما الانجن باور بتزيد كل ما الفول انجكشن بامب دي حجمها بيزيد، فبالتالي في الانجن الباور بتاعتها بتوصل ل 500 و700 كيلو وات. طبعا لو انا ركبت فول انجكشن بامب هيبقى حجمها كبير جدا، فانا بستخدم فيها حاجه اسمها اليونت انجكشن، ان كل بيستون فوقيه مين؟ فوقيه الانجكتور بتاعه هو اللي بيقوم بعمليه الايه؟ الانجكشن. وفي مسارات جوه بتقوم مقام مين؟ فول انجكشن بامب. شباب الصورة دي فلانجر، ده لو تفتكر في الكلية قلنا عبارة عن ده الجزء المين هيدر بتاعي اللي هيخش فيه مين؟ هيخش فيه الديزل. بلانجر ده بيقوم بعمليتين، عملية ان هو بيحصل له عملية ايه؟ روتيشن، وعملية ايه؟ بتحرك لفوق. بلانجر ده ليه حركة فيرتيكال موفمنت وليه حركة روتيشنال موفمنت. الفيرتيكال موفمنت هو عباره عن بيستون بيعمل عمليه ايه؟ انجكشن، كانها ايه؟ بوست ديسبليسمنت بامب. طب ايه الحركه الروتيشنال دي؟ الحركه الروتيشنال دي عشان يعمل عمليه ايه؟ عمليه التحكم في اللود، عمليه تحكم في اللود. فكميه الفول اللي هتخش هنا عند البلانجر عن طريق الحركه اللي هي الروتيشن دي، انا هتحكم في كميه مين؟ كميه الفول اللي هتخش البلانجر. فبالتالي انا المكن دي شغاله نولود، فانزاف كميه الفول اللي هتخش هنا هتبقى قليله. الحمل زاد بقى 10%، كميه الفول اللي ايه؟ اللي هيحقنها البلانجر دي هتزيد. كميه الفول بقت 50%، الكميه هتزيد. فبالتالي الحركه الروتيشن دي هي اللي بتحكم لي في كميه مين؟ كميه الفول اللي هيسحبها مين؟ البلانجر. عن طريق مين؟ عن طريق في هيليكس جوه هنا، فاهم ازاي؟ الهيلكس ده هو ده اللي بيتحكم لي في كميه مين؟ كميه الفول. طيب الحركه نفسها بقى، انا دلوقتي خليت البلانجر ده عايزه يلف، هيلف ازاي؟ هيلف عن طريق الجريده اللي انا شايفها قدام دي. الجريده ديت جريده مسننه، لما بتتحرك قدامها بتعمل ايه؟ بتلف لي البلانجر، فبتغير البوزيشن بتاعه، فكميه الفول اللي هتخش عندي هتتغير. عن طريق مين؟ عن طريق اللينير موفمنت اللي بتحصل دي. طب هو دلوقتي ضغط وعمل لي عمليه انجكشن وطلع مين؟ وطلع لي البريشر من هنا، راح للايه؟ للانجكتور. هيرجع ازاي لوضعه عند سبرينج؟ هيرجع البلانجا انجكشن، البلانجا يرجع تاني لوضعه الطبيعي. كلام مختصر كده نفهم بيه الديزل انجن واحنا بنستخدمه في ايه، وطبعا الاربعه سايكلز الاساسيه اللي احنا بنستخدمها فيه، فاهم ازاي؟ اللي احنا اتكلمنا فيها الاير انتيك اند اكزوست سيستم والكولينج سيستم واللوبريكيشن سيستم، واتكلمنا بعجاله كده عن الفول سيستم. علشان نتكلم عن البامبس والسوبريكيتنج كومبريسور، معلش هنخش فيها دلوقتي تاني، وبحيث لو اي حد عنده سؤال في الديزل انجن، احنا طبعا مش هنشرح كل حاجه في الديزل انجن في السيشن دي، فاحنا هنخش على البامبس على طول نتكلم فيها في الاجزاء اللي ايه؟ اللي احنا ما خدناهاش في الكليه. طبعا احنا خدنا في الكليه يا جماعه البامبس، احنا بنقسمها
لاثنين مين كاتيجوري. النوع الاولاني كان بيسموه روتو دايناميك بام، وطبعا انتوا خدتوها الترم الاولاني عندكم اكيد يعني. والنوع الثاني اللي اسمه البوستيف ديسبليسمنت بام. طيب بقى في شغلك انت طبعا الحاجه اللي انت خدتها في الكليه ديت هتستفيد بها في الشغل كتير جدا طبعا، بس فيها معلومات لازم تفهمها. احنا البامبز ديت ايه اللي يخلي الناس في مصر هنا اللي شغاله في مجال البامب زي الناس اللي شغاله في انجلترا، زي الناس اللي شغاله في المانيا، زي الناس اللي شغاله في الصين؟ ان كل الناس دول شغاله في حاجه اسمها كوديشن او كود. ايه الكود ده بقى؟ الكود ده هي وسيله متعارف عليها في العالم كله. بتعمل ايه بقى؟ تقول لك السبيكس بتاعت روتيتنج بارت او الاكويبمنت دي ستاندر عالمي، بحيث اللي شغال في انجلترا ده يعرف شغال بكود مثلا اي بي اي 610 ده كود السنترفيوجال بامب. فبالتالي لما انا اجيب له الداتا شيت بتاعه البامب دي يبقى راجل بتاع مصر ده راجل بتاع الصين لو يعرف يقرا الداتا شيت يعرف يقراها، بحيث ايه؟ بحيث الحاجه العامه اللي احنا كلنا متعارفين عليها كود واحد ثابت. فالسنترفيوجال بامب احنا بنتعامل فيها بكود اسمه الاي بي اي 610. الاي بي اي 610 اي بي اي ديت يعني الامريكان بتروليوم انستيتيوت. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيصنف لي السنترفيوجال بامب لثلاث تصنيفات، يعني ثلاث تصنيفات اساسيه. الثلاث تصنيفات دول اول تصنيف اسمه الاوفر هام، وثاني تصنيف اسمه البيتوين بيرنج، وثالث تصنيف اسمه الفيرتيكالي سسبند. الاوفر هامنج ده او لما انا ابص على الداتا شيت بتاعه اي بامب هتلاقيه كاتب لي البامب ديت اوفر هامنج 1 او اوفر هامنج. لما هقعد في الداتا شيت مش هيكتب لي كلمه اوفر هامنج، هيكتب لي البامب دي او اتش 1 او او اتش 2 او او اتش. المهندس اللي بيقرا الداتا شيت دي في مصر ده اللي هيقراها بره يبقى عارف يعني او اتش 1 يعني او اتش 2 يعني او اتش 3. او اتش يعني كلمه اوفر هانج. اوفر هانج ديت بيعملوها يعني ايه اوفر هانج؟ اوفر هانج يعني كانها عامله زي الكانتليفر. زي ايه؟ زي الكانتليفر. يعني انا عامل لها عمليه ايه؟ تثبيت من جنب، عامل لها عمليه ايه؟ فيكسيشن من جنب، والجنب الثاني كانه ايه؟ كانه فري، كان ايه؟ فري. ثاني تصنيف عندي بيسموه الايه؟ البيتوين بير. فالشافت بتاعي بيبقى عن طريق متثبت عن طريق ايه؟ بليتين والامبلرز. الفيرتيكالي سسبندد هو عباره عن الامبلر نفسه بيبقى اميرسد في الليكويد وعامل له عمليه فيكسيشن من هنا وبيبقى فيه ايه؟ البيرنج فوق. طيب نرجع بقى للتصنيف اللي احنا اتكلمنا، قلنا في حاجه اسمها او اتش 1 واو اتش 2 واو اتش 3. ايه الاو اتش 1؟ هنشوفها كده اهي. مهندس محمد هو في مشكله في الصوت اختفى. معلش في الصوت بس كان في مشكله رجع. طيب الصوت كده مسموع كده يا جماعه؟ تمام. طيب او اتش 1، او اتش 1 اللي هو بيسموه الفوت ماونتد. ايه الفوت ماونتد؟ ان انا عامل عمليه ايه؟ تثبيت للبامب نفسها عن طريق اللي انا ايه؟ رجلين البامب مثبته تحت بعيد خالص عن الامبلر، بيسموها فوت ماونت. فده بيسموها او اتش 1 ماونت. طيب في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ سنتر لاين ماونت، اللي هو عن طريق التثبيت بتاع البامب نفسها او فتحات التثبيت نفسها. سنتر لاين مع مين؟ مع عمود او الامبلر نفسه، مع السنتر لاين بتاع الامبلر. فده بيسموه مين؟ فوت ماونت اللي هي او اتش 1، وسنتر لاين ماونت اللي هو او اتش 2. ودول اهم نوعين عامل معاهم فين؟ في الصناعه. دول اغلب الطرمبات اللي انت هتقابلهم بعد التخرج بيبقى لو هي اوفر هانج هتبقى ايه؟
يا اما تبقى او اتش 1 تبقى او اتش 2. طيب نرجع للتصنيف اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب النايت تاني اللي اسمه ايه؟ بتوين بيرنج. قلنا بتوين بيرنج اللي هو عباره عن ايه؟ عندي بليه قدام وبليه ورا والامبلرز متوزعه على العمود. طيب نرجع نشوف شكلها في الواقع عامل ازاي. شكلها في الواقع عامل كده، ادي بليه هنا اهي وبليه ورا وادي الامبلر في النص كده والعمود. فبالتالي في بيرنج قدام بيسموه امبورد بيرنج وفي اوت بورد بيرنج وادي الامبلر في النص بي بي او بتوين بيرنج. البتوين بيرنج ده بيصنفوه لاثنين كاتيجوري، حاجه اسمها اكسيال سبليت، اكسيالي سبليت او ريديالي سبليت. كل دي هتلاقيها في الداتا شيت، فلازم لما تقرا الداتا شيت بتاعه اي بام لو لقيتها بي بي عرفت يعني ايه بي بي. شوف كلمه اكسيال سبليت او ريديالي سبليت. ايه اكسيال سبليت؟ يعني انا الابر كيس ده لو انا شلته لفوق في جوان ما بين مين؟ ما بين التو كيسز دول، ما بين الابر كيس واللور كيس. الجوان ده عامل ايه؟ موازي للسنتر لاين بتاع مين؟ بتاع العمود. فطالما موازي للسنتر لاين فبيسموه مين؟ اكسل بيت. او كاني انا عملت عمليه انشطار، لما شلت الابر عملت ايه؟ انشطار في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكسيال. عشان كده بيسموها ايه؟ بيسموها اكسل بيت. ايه بقى ريديال سبليت؟ لو انا بفجر افك الترومبه دي بفكها ايه؟ بفك المسامير دي، فبالتالي الجزئين بتوع الترومبه انا بيجوا يتفكوا بيتفكوا والجوار اللي ما بينهم بيبقى عامل ايه؟ بيبقى عمودي على الاكس بتاع مين؟ بتاع الترومبه. طالما عمودي يبقى بيسموه ايه؟ بيسموه ريديالي. ده التصنيف بتاع مين؟ بتاع الترومبات. ده اللي هتلاقيه فين؟ في الكود بتاع الاي بي اي او في اي داتا شيت هتشوفها بتاع الترومبات. طبعا دي ترومبا عندي مالتي ستيج بامب بتوين بيرنج بامب قلنا ريديالي. طب دي التصنيف بتاعها ايه؟ دي ايه؟ اكسيالي سبليت، بحيث ان انا لو شلت الابر كيس وفصلته على اللور كيس عشان اطلع الامبلرز هعمل ايه؟ هفصلهم الاثنين ايه؟ لجزئين سيمتريك، الجوان نفسه الفاصل ما بينهم هيبقى ايه؟ موازي للسنتر لاين بتاع العمود. لكن ده لو جيت فصلته هفكه كده وافك الجزء ده كده وفكيته طبعا هفك في اتجاه مين؟ في اتجاه ايه؟ طبعا الفيرتيكالي سسبندد دي طبعا البليه بتاعتها بتبقى فوق وبتبقى اميرسد فين؟ في السائل تحت، وبيبقى ممكن تكون كيسنج واحده او دبل ايه؟ دبل كيسنج. دبل كيسنج يعني ايه؟ هتلاقي الجزء اللي مغمور جوه في السائل عباره عن ايه؟ نخش في الاجزاء ايه. طبعا احنا خدنا طبعا السنتريفوجال بامب وعارفين الفينومينا بتاعتها كويس جدا، طبعا انتوا شطار في الحته دي. فاحنا هنخش في الاجزاء ايه المهمه. عارفه دايما بتتسال في انترفيوهات دايما بيقول لك ايه؟ بيقول لك في البامب ليه انا بعملها باليوت كيسنج وما بعملهاش ما بخليش الامبلر في السنتر لاين. السؤال ده لما تتسال في الانترفيو طبعا احنا خدنا معادله ايه؟ بيرنولز ايكويشن. بيرنولز ايكويشن بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان البي على دبليو زائد الفي سكوير على 2 جي زائد زد بتساوي كونستانت. فبالتالي طاقه الوضع زائد كاينتيك انرجي زائد طاقه الوضع عندي بيساوي مقدار ايه؟ ثابت. لو بص في هنا اللي بتحصل هنا طبعا الفلو بيخش فين؟ بيخش في الاي هنا عن طريق الروتيشن بتاع الامبلر. هيحصل ايه؟ هيحصل الفلو هيمشي في المسار ده لحد ما يجي فين؟ يطلع لحاجة لانش. فانا مشيته المسار يحصل لما بمشي الفلو من المسار ضيق لمسار واسع السرعة بيحصل لها ايه؟ السرعة بتقل. الفي سكوير على 2 جي بتقل، فالطاقة اللي قصادها بقى اللي هتزيد طبعا الزد ثابته. ايه الطاقة اللي قصادها اللي هتزيد؟ طاقة البريشر. فالمصنع بيعمله في اليوت كيسنج علشان انا بماكسمايز البريشر اللي طالعه لي منين؟ بالسنتريفيجال بامب على قد ما اقدر. طيب انا لو ما عملتوش في اليوت كيسنج
او عملته في اللود كيس وعايز ازود كمان البريشر، هل في اوبشن كمان ان انا ازود البريشر؟ اه في مصنع بيعمل ايه، بيعمل لك الامبلر ده ويركب عليه كمان حاجه اسمها ديفيوزر. الديفيوزر ده بيعمل ايه؟ بيزود برضه البريشر، ان هو بياخد الفلو يعملين من ضيق لواسع. فانا زودت البريشر عن طريق الفليوت كيسنج، وزودت كمان البريشر عن طريق مين؟ عن طريق الديفيوزر. طبعا معادله الهيد دي طبعا بتساوي البي سكوير على 2 جي، بس انهي في طبعا اللي هي السرعه المماسيه، لو انا عملت رسمت مين؟ رسمت الفلوست تريانجل اللي انتوا خدتوه. طبعا انا عايز في نقطه لازم نرسخها، الناس بتتسال فيها برضه في الانترفيوهات، لما يقول لك ايه لو جبت انا سنتريفوجال بامب وعملتها عشان تضخ لي ليكويد، السنتريفوجال بامب دي طلعت لي 2.5 بار او 2.4 بار، وطلعت لي 3 بار، وطلعت لي 3.6، كل الترومبه دي هي ترومبه واحده بس. بس انا لو شغلت الترومبه دي اتقسيت ليكويد، لو انا شغلتها مع الكيروسين الضغط اللي هيطلع منها 2.4، لو شغلت نفس الترومبه مع الميه هتطلع لي 3 بار، لو شغلت مع البراين هتطلع لي 3.6 بار. فبالتالي الليكويد اللي ماشي في الترومبه ليه علاقه مباشره بالبريشر اللي الترومبه ايه هتطلعه لي. فما ينفعش ذا سيم بامب ذا سيم بامب، علشان دايما واحنا بنعمل سيلكشن للبامب او المورد بتاع الطومبه بيطلب مني 3 حاجات، بيقول لي ايه؟ يقول لي انت محتاج بريشر كام، ومحتاج فلو كام، الميديا اللي ماشيه عندك كام، السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها كام. فبالتالي انا بعمل سيلكشن لاي بامب، الثلاثه بارامترز الاساسيه وانا بعمل سيلكشن لازم اخدهم في اعتباري، ان البامب دي لو انا جبتها الميه ممكن لو انا شغلتها لليكويد تاني ما ينفعش، ما تنفعش، ولو شغلتها الليكويد تاني لفتره قليله البريشر اللي هتديهولي هيبقى مختلف. طبعا الحاجات دي طبعا انتوا فاهمينها، اللي هو جزء اللي ستاتيك ساكشن هيد والستاتيك ديليفري هيد، والقصص دي كلها انتوا شطار فيها جدا. فانا ايه احاول ايه هنشوف الاجزاء اللي احنا بنشوفها في العمل. اي بامب في الدنيا لما هتشوفها هتلاقي عباره عن شويه اجزاء كده لازم تفهمها كويس قوي. البامب دي واحنا لما بنشوفها في السايد بنسمي ده استكشن فلانش. استكشن ايه؟ فلانش او الايه فلانش بتاعت مين؟ بتاعه البامب. وده بنسموه البامب كيسنج، وده بنسموها ديسشارج فلانش، ودي البامب فيه طبعا انا بسبب، وده انا الامبلر بيلف جوه هنا والبريشر العالي طالع من هنا، فبالتالي انا بركب هنا مانع تسريب. ده اهم جزء عايزك تفهمه في السيشن بتاعت البامب دي، اهم لازم تفهمه هو مانع التسريب ده، عشان هتكلم انا على جزئين من مانع التسريب، حاجه اسمها الجلاند باكينج وحاجه اسمها الميكانيكال سيل. ده اهم جزئين مهندسين الميكانيكا بيتعرضوا لهم فيه، وده بيفرق ما بين مهندس والتاني. خلينا في الجزء ده دلوقتي، ده اسمه البيرنج هاوس، ده الايه؟ البيرنج هاوس، وادي العمود بتاع البامب. طبعا اسمه البيرنج كفر. طبعا ده البيرنج هاوس بيبقى ايه؟ دي الطب اللي انا بحط منها ايه؟ زيت، او بيسموها الفنت بلاج. بفتحها كده وحط منها ايه؟ زيت. البامب هاوس، البيرنج هاوس ده بيبقى فيه عبارة عن بلية بتشيل الراديال لود، وبلية تانية بتشيل الاكسيال لود. بيبقى ايه؟ في بلية عندي بتشيل الراديال، وفي بلية بتشيل الايه؟ الاكسيال. وانا هعرفك ليه في راديال لود وليه في اكسيال لود. ادي رسمة مفصلة بقى للاجزاء روتيتنج بارتس بتاعت مين؟ بتاعت البومب. ادي السكشن فلانش، خش الامبلر اي، يحصل ايه بقى؟ الفلو نفسه يمشي بالاتجاه ده، ايه بيحصل؟ البريشر بتاعه ايه؟ يزيد نتيجه السنتريفوجال فورس بتاعتي، يطلع لي مين؟ من الدستشارج فلانش دي، صح كده؟ طيب ركز بقى في النقطه اللي جايه دي. احنا قلنا ايه؟ قلنا البيرنج هاوس جوه ده في دي بيسموها الايه؟ الساست بيرنج. الساست ايه؟ بيرنج. الساست بيرنج يعني معناها الايه؟
الاكسيال لود. الاكسيال لود الشافت ده نتيجه ان في عندي ساكشن هنا بريشر قليل وعندي ديسشارج بريشر هنا عالي بيسمع لي ورا الامبلر، فبالتالي الامبلر نفسه والعمود عايز يتحرك فين؟ في الاتجاه ده، في اتجاه الامبلر العمود عايز يتحرك، فبالتالي في اكسيال لود. مين اللي هيشيل الاكسيال لود ده؟ الثرست بيرك. طيب العمود وهو شغال في ريديال لود، وزن العمود وزن الفلويد اللي هو بيتحرك فيه ده، مين اللي هيشيل ريديال لود ده؟ اللي هيشيل ريديال لود ده ريديال بيرك. طيب دلوقتي في بريشر عالي هنا، البريشر عالي ده عايز يهرب يطلع ما بين مين؟ ما بين العمود وبين الاستافينج بوكس ده. طيب مين اللي هيمنعه؟ قلنا هيمنعه حاجه من اتنين، يا اما الجلاند باكينج يا اما الميكانيكال سيل، ده اللي احنا هنتعرض لها قدام دلوقتي. طبعا انتوا فاهمين طبعا الامبلر في ايه، اوبن امبلر وفي كلوز، وطبعا دي بيسموها الايه الشراوز. الشراوز طبعا الفلو بيمشي ايه ما بينها، وادي طبعا اتجاه استكشن وادي اتجاه ايه الفلو اللي داخل جوه الامبلر. جزء الكافيتيشن طبعا اللي انتوا شطار فيه قوي، فاهم ازاي، اللي هو بتسال في الانترفيوهات برضو اقول لك ايه الفينومينا بتاعت الكافيتيشن دي. فالفينومينا بتاعت الكافيتيشن ده انا بسحب استكشن وبعمل عمليه ايه ديستشارج، فبالتالي لازم البريشر استكشن بريشر ده لو قل عن الفيبر بريشر بتاع الليكويد اللي ماشي في البامب هيحصل ايه؟ هيحصل ان في فيبر بابلز هتخش جوه الامبلر. الفيبر بابلز دي هتخش اي شايفه السكشن بريشر قليل هيبدا تمشي تمشي لحد ما تلاقي بتشارج بريشر عالي قوي، فيحصل البابلز دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها كولابس. لما يحصل لها كولابس هتعمل كانها جت، هتعمل ايه؟ هتعمل هتنقر في الامبلر، فتعمل الامبلر ده تعمل له ايه؟ تعمل له ظاهره الكافيتيشن، او دايما الكافيتيشن ده بيسموه الهارت اتاك بتاع مين؟ بتاع الامبلر. اهو ايه شكله؟ شكله في الطبيعه عباره عن شغل تنقير فين؟ في الامبلر. فدايما لما احنا بنفك امبلر عندنا بتفك، بص فيه لما تلاقي فيه التنقير العالي ده يبقى معنى كده ان الترومبه دي بيحصل فيها كافيتيشن. فانا لازم اراجع حاجات كتير جدا، الكافيتيشن ده يعني معناها ان الستراكشر بريشر بتاعي قل، ايه الاسباب اللي خلت الستراكشر بريشر يقل؟ لو في لوسس كتير في الستراكشر لاين، لو البامب ديت فاهم ازاي؟ البايب اللي بتسحب منها فاهم ازاي؟ الليكويد بيحصل له ايه؟ الليفل بتاعه بيقل، فبالتالي بتسحب هواء. فدي من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل لي ايه؟ كافيتيشن. طبعا النت بوست اوف ستراكشر هيد كلكم شطار فيه، وقلنا ليه؟ عباره عن اهم جزئين وانا بعمل سيلكشن لاي بامب في حاجتين. وانا بعمل سيلكشن للبامب قلت لك في ثلاثه بارامترز اساسيه، البريشر اللي هتديهولي والفلو ريت بتاع البامب والميديا اللي ماشيه. المورد بيسالني على حاجه ثانيه خالص، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشا انت محتاج البامب دي محتاجه بريشر كذا وفلو كذا ومحتاجه الميديا اللي ماشي فيها السبيسيفيك جرافيتي، بس بعد اذنك قول لي النت بوست سكشن هيد الافيلابل اللي عندك في السايت. يعني البامب دي لما انا هبعتها لك وتركبها عندك ايه النت بوست سكشن هيد اللي عندك؟ ففي حاجه اسمها نت بوست سكشن هيد افيلابل، وفي ايه نت بوست سكشن هيد ريكوايرد. ريكوايرد دي بتاعه البامب اللي انا هشتريها، الافيلابل اللي موجوده في السايت. فانا المفروض احسب النت بوست سكشن هيد اللي عندي في السايت عن طريق معادلتها هديها لك دلوقتي، هقول له والله النت بوست اوف سكشن هيد اللي عندي في السايت 3 متر، فبالتالي لازم النت بوست اوف سكشن هيد اللي هو ايه هيبعت لي البامب بي لازم تبقى ايه؟ لازم الافيلابل يكون اكبر منين؟ من الريكوايرد. الافيلابل يكون اكبر منين؟ من الريكوايرد، عشان اتلافى قصه مين؟ قصه الكافيتيشن. طبعا عارفين واحنا بنعمل سيلكشن لاي بام، واحنا بنعمل سيلكشن لاي بام طبعا احنا محتاجين البرفورمانس كيف والحاجات دي كلها احنا شطار فيها وخدناها في الكليه والدنيا تمام، بس في نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. وانا بعمل سيلكشن للبام عشان دي حاجات تتعرض لها وانت في السايت، وانا بعمل سيلكشن في كذا موارد هيديك البرفورمانس كيرف بتاعه. يعني هتلاقي في طرمبه اسمها جولد، وطرمبه اسمها فلو سيرف، وفي طرمبه اسمها كي اس بي. كل واحد هيبعت لك الكتالوج بتاعه ويقول لك خلاص اختار انت محتاج اي طرمبه في الثلاثه دول. فانا هاخد الكتالوج بتاع كل ايه مورد واعمل ايه
هحاول اختار البامب اللي هتبقى فين في الريجون ده. مش معنى الريجون دي، عشان الريجون ديت هي اللي بتضمني ان البامب اللي هتشتغل عندي في السايت دي تبقى اعلى بيرفورمانس، لانها بتشتغل على اعلى افشنسي. لو انا بعدت عن الريجون دي، النقطة دي هيبقى معناها ايه بقى؟ هيبقى معناها ان في باور لوس عالية قوي. لو انا اشتغلت في الريجون دي هيحصل مشكلة الايه؟ الكافيتيشن. فبالتالي انا على قد ما اقدر اشتغل فين؟ في الريجون دي. هشتغل فيها ازاي؟ طبعا هنفهم دي دلوقتي. طيب بامب دي عندنا طبعا ده الكتالوج، لما هتشتري من اي مورد هيبقى الكتالوج عامل بالشكل ده. هاجي دلوقتي الراجل ده هيقول لي والله احنا محتاجين تدينا فلو مثلا 100 متر مكعب في الساعه، وانا محتاج هيد مثلا 100 متر. فانا هعمل ايه؟ هعمل هخش اقول له والله الكتالوج بتاعك اللي انت بعته لي، انا البامب بتاعتي 100 متر مكعب وهتديني مثلا هيد. انا همشي كده لحد ما اوصل للنقطة. خلاص عرفت هنا كده دي مين النقطة تحت او البامب بتاعتي اللي هو هيديها لي. هيديني يا البامب دي يا البامب دي كده. لكن انا هعمل ايه بقى؟ هشوف منحنى الايه افشانس كيرف بتاعه. هل الافشانس كيرف بتاعه كام؟ 63%. طيب يبقى انا خلاص الراجل ده هيديني بامب والافشانس بتاعتها كام؟ 63%. هشوف بتاع كي اس بي، هسلكت البامب بتاعته، هيديني برضه نفس البامب بس بامب ثانيه مختلفه بس تديني افشانس 85%. اسلكت انهي بقى في الحاله دي؟ بامب كي اس بي، عشان بتديني مين؟ بتديني افشانس مين؟ عالي. ده طبعا الايزو افشانس كيرف والحاجات اللي انتوا اخدتوها فين؟ في الكليه. بنحاول نعدل الحاجات دي. في حاجه اسمها ال ان اس، طبعا المفروض كلكم شطار فيها. دي معادلتها للسبيسيفيك ايه؟ سبيد. وبالتالي لما اشوف انا اي سبيسيفيك سبيد بعرف منها دايما الداتا شيت بتاعت اي طرمبه بيديني ال ان اس. اول ما اقرا الداتا شيت بتاعت البامب والاقي فيها ال ان اس، على طول مباشره هعرف شكل مين؟ شكل الامبلر. لو واخد بالي كده، لو هي فرنج كده، لو هي صغيره هتلاقي مين؟ الشراوت ده نفسه او الايه؟ الجزء بتاع الامبلر ده هتلاقيه طويل كبير كده، فال ان اس بتاعته قليله. كل ما ايه؟ ما ال ان اس زاد الفلو نفسه هنا داخل ايه؟ الفلو داخل اكسيال طالع مين؟ طالع 100% راديال. كل ما ال ان اس زاد، لا الفلو اللي بيحصل له ايه بقى؟ بدل هو داخل اكسيال بيطلع راديال بس مش 100%. نفس القصه كده لحد ما اوصل ل ان اس عاليه، هتلاقي الفلو بيخش اكسيال ويطلع اكسيال. فال ان اس العاليه ديت، اول ما الاقي ال ان اس عاليه في الداتا شيت، يبقى البامب دي معناها ايه بقى؟ النبي بيسموها ايه؟ اكسيال فلو بامب. اكسيال فلو ايه؟ بامب. عشان بامب دايما بيصنفوها ايه؟ راديال بامب او اكسيال فلو ايه؟ بامب او اكسيال فلو بامب. يبقى الاكسيال فلو امبلر بالشكل ده. لو ال ان اس في النص، قيمتها في النص، بيسموه الايه؟ الميكسد فلو ايه؟ امبلر. طبعا واحنا شطار بقى في الافينيتي لوز ده، لو انا عندي عملت تعديل ومديني جايب لي امبلر، اعرف لو انا الامبلر ده زودت، لو انا زودت الدايمتر بتاعه ايه اللي هيحصل في الايه؟ في الكيو بتاعت البامب وفي الاتش. ولو انا دلوقتي معظم طرمبات الفاير فايتنج اللي انت هتقابلها في الواقع هتلاقيها شغاله على ايه؟ على ديزل انجن. هتلاقيها شغاله على ايه؟ على ديزل انجن. في ميزه موجوده في الديزل انجن مش موجوده في الالكتريك موتور. الديزل انجن لو هو اللي هيشغل البامب، ففي سماحيه ان انا اغير السبيد بتاعه البامب. فبالتالي كل ما اغير وازود السبيد بتاعه البامب، كل ما الفلو ريت والهيد بتوعي بيزيدوا. لكن لو انا جبت موتور شغال بار بي ام ثابته، يبقى بالتالي الفلو والاتش اللي طالع لي من البامب يبقوا ثابتين. طيب هل انا بالمعادلات اللي انا خدتها الافينيتي لوز دي، لو انا عندي الار بي ام بتاعتي اللي انا كنت شغال عليها، مثلا انا شغال ب 1000 ار بي ام، جبت الكيو والاتش عند ال 1000 ار بي ام، طب انا لو شغلت البامب دي على 1500 ار بي ام، من غير ما اعرف الواقع كده عن طريق المعادلات ديت، هعرف لو انا شغلتها على 1500 ار بي ام
هتطلع لي ايه كيو اتش كام. دي الافينيتي لوز وبنستخدمها ازاي عشان دي بتقابلنا في الواقع ان يقول لك ايه والله البامب دي انا محتاج البامب دي هي شغاله مثلا بتطلع لي فلو مثلا 50 متر كيوب باور وبتطلع لي هيد 150 متر. وجو الناس عندي في السايت قال لك لا والله احنا الفلو ده قليل انا عايز اعلي الفلو، فبالتالي لازم اشوف الانجن بتاعي الماكسيمم سبيد اللي يقدر يديها لي عشان اشوف لو انا عليت السرعه هيديني الفلو اللي الناس محتاجاه ده ولا لا. طبعا لو انا شغلت البامب في ليكويد غير الليكويد اللي هي جايه فيه فلازم اعمل عمليه ايه بقى فيسكوستي كوركشن، لازم اخش على التشارت دي واشوف ايه اللي هيحصل بقى. طبعا الفلو والايه والاتش هيختلفوا من البامب دي عشان انا غيرت الايه الميديا اللي انا كنت ايه عملت سيلكشن للبامب اكوردنج ليها. وطبعا احنا فاهمين طبعا لو انا شغلت بارلل او شغلت ايه سير. بص بقى الجزء اللي جاي ده، لو احنا اتكلمنا عندنا امبلر ادي السحب ادي ستكشن اي وادي الديستشارج. ادي ستكشن بريشر، بيبقى ستكشن بريشر ستكشن اي شايف هنا ستكشن بريشر، بيبدا البريشر يعلى لي في الجزء ده فادي ديستشارج بريشر. ازيك يا باشمهندس محمد؟ سامعني كويس؟ ايوه. هو بس حضرتك كده فاضل قد ايه في البرزنتيشن؟ انا ما اعرفش برضه الناس اجي بسرعه يعني بدي الحاجات طيب. المهمه في البامب عشان اخش في سوبوكيت الكمبريسور. طيب ممكن يعني ايه نديك فرصه تريح بقالك فتره يعني ونشوف كده نسمع الناس هو يعني لو عندهم اسئله ايه رايك؟ يعني ناخد اسئله على الجزء اللي فات الاول بحيث تريح وبعدين نكمل ايه رايك؟ لا انا كنت عايز اكمل بس الجزء ده عشان ده في حته قدامه فوت كل الناس تفهمها. طيب انا ما اعرفش برضو الناس متابعين معانا ولا هو الفاضلين معانا تسعه، انا خايف بس نكون ايه منطول عليهم خلاص. لا تمام متابعين تمام نكمل تمام. طيب ماشي اتفضل يا باشمهندس. باشا ديستريبيوشن جوه الامبلر ده ليه علاقة عشان هنفهم بعد كده السيليكشن بتاع البيرنج بتاع البامب ايه اللي بيحصل فيها والمشاكل اللي بتحصل في الطرمبة. فلازم اعرف جوه الامبلر البريشر ديستريبيوشن بيبقى عامل ايه. ستكشن اي شايف ستكشن بريشر، يبدا البريشر بتاعي يعلى كده فالجزء ده شايف ديستشارج بريشر والامبلر شايف ديستشارج بريشر. فبالتالي لو انا عملت فورس اناليسيس ايه اللي هيحصل؟ البريشر والامبلر هيبقى اعلى منين؟ من قدام. فيحصل ايه؟ الامبلر نفسه عايز يتحرك في الاتجاه ده، فبالتالي البيرنج او الساست بيرنج اللي انا اتكلمت عليها من 10 دقائق لازم اعمل لها سيليكشن اكوردنج للفورس. اللي بيعمل ديزاين للبامب او مصنع البامب دايما بيشوف البامب دي شغاله ببريشر قد ايه بتطلع ديستشارج والسحب الساكشن بريشر بتاعها قد ايه، وبالتالي بيعمل فورس اناليسيس. ولما بيعمل الفورس اناليسيس الفورس اناليسيس ديت بيطلع من خلالها ايه الفورس اللي هيشيلها البيرنج. فبالتالي بعمل سيليكشن لمين؟ للبيرنج بتاعي اكوردنج للايه للرسم اللي انتم شايفينها قدامكم دي. نبص واحده واحده علشان الساست ديت علشان انا اتلاشاها في حاجات كتير اعمل اشيل بها الساست. يا اما اخلي الامبلر ده دبل اي دبل اي او دبل ساكشن يعني بيسحب من الجنبين، وطبعا انا هغير الكيسنج بتاع او الفليوت كيسنج هيبقى الشكل نفسه مختلف عشان يبقى ماتشد مع مين؟ مع الدبل اي امبلر ده. ماشي يلاشي طبعا هيحصل ايه؟ هيحصل بقى ما بين الايه؟ ما بين التو فورس. في حاجه ثانيه بقى طبعا ادي الايه الجزء اللي يحصل فيه امبالانس اهو وادي الجزء البالانس فورس، وبالتالي انا بعمل ايه؟ بعمل بحث بالفورس دي وبناء عليها بعمل سيليكشن لمين؟ للايه؟ للساست بيرك. ففي ناس بتعمل ايه بقى؟ بتركب فانز ورا ظهر مين؟ الامبلر الفان او الباك فان دي. الباك فان دي مع روتيشن بتاع الامبلر قلل لك البريشر ديستريبيوشن في ظهر مين؟ بظهر الامبلر. ودي برضه من الاسباب اللي انا بشيل بيها الاكسل ثرست. لما انا بقلل الاكسل ثرست فبعمل ايه بقى؟ بالتالي اعرف اجيب نوع رخيص من
ان كل ما ستارز فورس بتاعتي ما بتزيد، كل ما ستايز بتاع البيرنج اللي هشيل ستارز فورس ديت ما هتزيد، كل ما الماتيريال بتاعته هيزيد. فبالتالي انا بضطر ايه اقلل على قد ما اقدر الفورس دي. في ناس تانية بتعمل ايه، بتعمل باك، بيعمل عملية ايه، ان الجزء اللي ورا يقل. وعلى فكرة في مشكلة كمان، يعني ما عملش مشكلة في في الساس تبيرنج بس، او البشر ديستريبيوشن اللي ورا ده ما بيعملش مشكلة في الساس تبيرنج بس، ده بيعمل لي مشكلة في الميكانيكال سيل كمان. ليه بقى؟ لان البريشر ديستريبيوشن ده لما يبقى عالي قوي، كميه الليكويد اللي عايزه تهرب من هنا بتبقى زياده قوي، فبالتالي لو انا قللتها كميه الليكويد اللي عايزه تهرب هتقل. فبالتالي انا عايز اقلل الثرست واقلل البريشر قد ما اقدر علشان ايه، اقلل السايز بتاع الثرست بينج، وفي نفس الوقت اقلل ايه الميكانيكال سيل الليك بتاعه او الجلاند او الباكينج اللي بيحصل عنه. طيب لو انا بتكلم، لو انا عندي ترومبا مالتي ستيج او تو ستيج، ادي الفلو داخل من الامبلر الاولاني، بعد كده ايه دخل للامبلر الثاني، طبعا هو داخل فلو طلع من الامبلر الاولاني بهيد، دخل الامبلر الثاني الهيد ده تضاعف، يخش بعد كده لو في امبلر ثالث يتضاعف طول ما انا ماشي. فالايه المالتي ستيج بامب هي كانها ايه، كانها بامبز شغاله ايه انسير. قلنا البامبز لو شغاله انسير نفس الفلو بس الاتش بقى ايه يتضاعف، فيحصل ايه بقى، ادي الفلو داخل اتش واحد خش تطلع باتش اتنين اكبر. فبعمل ايه بقى عشان اعمل علاش الثرست ده، طبعا في بريشر ورا هنا هيحول يحرك الامبلاف للاتجاه ده، فدي اف اي اكس في الاتجاه ده ونفس برضو اف اي اكس في الاتجاه ده. فبعمل حاجه اسمها بالانس ديسك. بالانس ديسك بعمل ايه بقى، بالانس ديسك دي بركبها على عمود بتلف مع العمود، بس تبقى شايفه من ورا ايه استكشن ايه بريشر، وشايفه من قدام الديسشارج بريشر، بحيث لو انا عملت بالانس اناليسيس او فورس اناليسيس على البالانس ديسك دي هتلاقي مجموع الفورس او ريزلتنت فورسز اللي جايه لي من كل امبلر على حده. فبالتالي البالانس ديسك دي من الحاجات اللي انا بلاشي بيها لمين، الاكسل ثرست فين في المالتي ستيج بوب. او في نوع تاني اسمه البالانس ايه، البالانس درام. البالانس درام هي نفس الفكره كده، فاهم ازاي، بعملها نفس القصه كده، بجيب ايه، بجيب درام كده واركبها على مين، على العمود، وهي تبقى شايفه من ورا من قدام، بحيث اعمل ايه بالانس هورس، يبقى بي ساكشن او بي ديس تشارج، بيسموها بالانس درام او سنجل ايه او سنجل بيستون اف. اتكلمنا فاكرنا وانا اتكلمت على الديفيوزر، قلنا ايه، قلنا لو احنا عندنا ايه فيليوت كيسنج، ماشي، الفيليوت كيسنج لها ايه بتعمل، بتزود لي البريشر اللي طالع من الديستشارج. في نوع تاني ده لو فيليوت كيس، لو نوع تاني قال لك ايه، قال لك ممكن اركب ديفيوزر كمان على مين، على الامبلر. الديفيوزر اللي على الامبلر ده يعمل ايه، بيعمل عمليه ايه توجيه للفلو، وبيعمل نفس الفينومينا اللي بتعملها مين، الفيليوت كيسنج، بيعمل نفس الايه الفينومينا، بياخد الفلو من ضيق لايه لواسع، فالفلوست تقل، فالبريشر بتاعي اللي طالع من البامب ايه يزيد. طيب انا دلوقتي في السايد ماشي، والبامب اللي حصل فيها مشكله، ادي المطور بتاعي، وادي الفليكسبل كابلينج اللي بيربط المطور بالايه بالبامب بتاعي، ادي البامب وادي الموتور ماشي، وادي الفاونديشن بتاعي. انا دلوقتي البامب دي حصل فيها مشكله وعايز اشيلها عمرها او اعمل فيها اي مشكله، اول حاجه عشان افك البامب ديت واوديها الورشه تصلح او اعمل لها صيانه، اول حاجه افك مين، الحاجه اللي بتربطها بالمطور، افك ايه بقى، افك مين، افك الكابلنج. فكيت الكابلنج طلعته، الكابلنج ده على بعضه كده اسمه كابلنج، الجزء اللي بيربط الهب بتاع الموتور بالهب بتاع البامب اسمه ايه، اسمه سبيسر، اسمه ايه سبيسر، بشيله. يبقى انا دلوقتي خليت الموتور في اتجاه والبامب في اتجاه، اعمل ايه تاني حاجه، عايز
طبعا البامب نفسها بيبقى فيه ايه ليفتنج اي هنا ليفتنج اي اشيل البامب منها ارفعها اجيب ونش بعمل ايه بقى افك مين افك ده الفليوت كيسنج لو نركز كده الفليوت كيسنج الفليوت كيسنج البامب امبلر بالستافنج بوكس بيبقى مربوط بايه بمسامير افك المسامير بتاعه الدايره دي ماشي واطلع بالبامب ارجع بيها لورا واطلع بمين بالبامب اروح البامب اطلع الامبلر واطلع العمود واطلع البيرنج واطلع كل الميكانيكال سيل وعمر البامب بتاعتي واديها الورشه وارجعها اركبها تاني والكيسنج ايه راكبه فين في مكانها مش عشان اعمر البامب اخد السكيد على بعضها لا بعمل ايه افك السبيسر وبعد كده افك مين مسامير الدايره ديت اللي هي بتربط البامب مين بالكيسنج اطلع البامب اروح اعمرها في الورشه واجي ايه اركبها تاني طيب لما اجي اركبها تاني لما اجي اركبها تاني شوف الجزء الجاي ده لما اجي اركبها تاني البامب دي فاهم ازاي السبيسر ده هركبه على طول السبيسر ده ركبته وخلاص لازم اعمل ايه اعمل الاينمنت ما بين مين ما بين الموتور والبامب لازم يكون التو شافت شافت امبلر اند موتور شافت at the same center line ففي جزء اسمه alignment انا هكلمكم فيه في اخر الجزء ده طبعا اي بامب عشان اشغلها بعمل لها عملية priming عمل لها عملية ايه تحضير عملية التحضير دي علشان وانس ان البامب دي بدأت تشتغل ما تسحبش مين ما تسحبش هواء لو سحبت هواء ايه اللي يحصل هيتكون بابلز البابلز دي تعمل ايه تعمل لي كافيتيشن فدي طرق البرايمنج انتوا اكيد ايه اتكلموا عليها في جزء تاني حاجه اسمها انديوسر الانديوسر ده وظيفته ان هو بيعمل لي ايه الانديوسر ده بيظبط لي النت بوست في سكشن هيد حتى لو هو بتاع البامب فيه مشكله وحصل لي كافيتيشن بيعمله لي ايه بيظبط لي النت بوست في سكشن هيد وبيظبط لي احسن ما حصلش ايه ما يحصلش البامب كافيتيشن ادي ايه لو انا بتكلم ادي النت بوست في سكشن هيد بتاعي بتاع البامب انا بقى على قد ما اقدر لما باجي اعمل سيلكشن للبامب قلنا ايه قلنا يا ريت البامب يكون النت بوست في سكشن هيد ريكوايرد بتاعها اقل ما يمكن اقل ما ايه ما يمكن عشان ما يحصلش كافيتيشن فبالتالي لازم يكون النت بوست في سكشن هيد الافيلابل اكبر منين من ريكوايرد بتاع البامب فبالتالي اي حاجه تقدر تقلل لي النت بوست في سكشن هيد بتاعه البامب تبقى حاجه ايجابيه من ضمن الحاجات الايجابيه اللي ساعات بيعملوها اللي هي الانديوسر فالانديوسر ليه وظيفتين ان هو بيقلل لي النت بوست في سكشن هيد كمان عن القيمه بتاعته تاني حاجه لو في سلادج ولا في اي حاجه بيحمي لي ايه الامبلر ودي طبعا لسته بالماتيريال اللي انا ايه يعني العمود بتاع البامب دي بيبقى الماتيريال بتاعته ايه الامبلر بيبقى عامل ازاي كل ديت الماتيريال بتاعتها اكوردنج للاي بي اي ستاندرد الحاجات دي طبعا لازم الجماعه كلكم تقروها يعني طيب البيرنج براكت قلنا ده ستارست بيرنج وده دايما النوع الدارج بتاعه اللي موجود فين اللي موجود ده عندنا بيبقى عباره عن بليتين عشان نشيل ستارست يبقى عباره عن بليتين بيبقى نوع اسمه انجولار كونتاكت بول بيرنج ودايما بيركب يا باك تو باك يا فيس تو فيس بحيث البليه الاولانيه تشيل الفورس اللي في الاتجاه ده والبليه الثانيه تشيل الفورس اللي في الاتجاه ده او العكس بالتالي يبقى ايه اللود اتوزع على بليتين بدل ما توزع بدل ما اجيب بليه واحده تشيل الحملين طبعا ودي ريكويرمنت بتاعت مين بتاعه الاي بي اي 610 الناس كلها تقراها تفهم الكود اللي الناس كلها في العالم بيتعاملوا بيه طيب احنا قلنا ايه قلنا الامبلر ده ماشي الفلو اللي وراه عايز يهرب صح كده فعشان يهرب الفلو ده انا عايز اعمل له ايه مانع تسريب ادي الشافت اهو وادي البامب وول والفلو طبعا عايز يهرب من البريشر العالي يطلع للاتموسفير فاما اركب هنا ايه يا اما ستافنج بوكس راكب فيه باكينج يا اما ستافنج بوكس راكب فيه باكينج يا اما ستافنج بوكس راكب فيه ميكانيكال سي يا اما اركب ايه باكينج جلاند يا اما ايه ميكانيكال سي فالباكينج جلاند
او الميكانيكال سيل ده اسمه مانع. تسيب الباكنج لاند ديت او الباكنج ده بيبقى نوع رخيص جدا فاهم ازاي، بس بيستخدموه في طومبات الميه في الحاجات اللي هي ايه مش فيلمبل. لكن لو انت عندك الليكويد اللي ماشي جوه ده خايف عليه لا قدر الله يحصل فيه مشكله او الحاجه ديت تولع او يحصل فيها لا قدر الله فيه مشكله، لازم اركب ايه ميكانيكال سيل عشان امنع اي ايه اي ليكج. فطبعا قلنا ايه ستيل تايب يا اما يبقى جلاند باكينج طبعا، ويبقى ايه حشو كده عباره عن مثلا ستريبس ورا بعضها كده، وبعمل عليه ايه ازنق عليها بجلاند، الجلاند ديت اربط عليها ايه مسمار هنا وزنه عليها بحيث تمنع الايه التسريب ما بين الايه الامبلر. يا اما بيبقى ميكانيكال سيل، والميكانيكال سيل ده ادفانسد شويه هنفهمه او هناخد فكره عليه. الباكينج بيبقى شكله عامل كده، بيبقى راكب عليه باكينج بالشكل ده، باكينج ماتيريال نفسها ماتيريال دي فاهم ازاي، ادي اتنين باكينج هنا اهو واتنين باكينج، وبعمل له عمليه ايه تبريد، بركب حلقه اسمها لانترن رينج في النص لان بدخل لي ميه نتيجه الدوران بيحصل ان ايه بتسخن، فانا عامل لها عمليه ايه عمليه كولينج، وادي الجلاند اللي بتزنق عليها بيبقى راكبه مسمار من هنا ومسمار من هنا، كل ما تليق شويه اشد على المسمار ده واشد على المسمار ده التهريب ايه يقل شويه. طيب النوع الثاني بقى اللي هو الموجود دلوقتي وانتشر بكثره اللي هو الميكانيكال سيل. الميكانيكال سيل ده بيعتمد على نظريه يقول لك ايه، يقول لك انا عايز امنع التسريب ما بين الشافت، ما بين الشافت الحاجه اللي عايزه تهرب ايه، بركب جزئين، جزء اسمه جزء ثابت وجزء متحرك، جزء ايه ثابت وجزء متحرك. الجزء الثابت ده بيبقى ثابت في الاستافنج بوكس، بيبقى عباره عن نيكل بتبقى بيسموه الماتنج رينج، والجزء المتحرك ده بيبقى سموها الكربونه او الفحمه. الكربونه دي النوع اللي هي ممكن ايه يحصل لها عمليه تاكل، فدايما الاسم الدارج بتاعها بتاع السوق يقول لك دي اسمها مرايه ودي اسمها ايه الكربونه. فالجزء الكربونه دي هي اللي بتلف على مع مين مع العمود، فده الجزء الايه روتيتنج وده الجزء الايه الثابت. الفلو عايز يهرب من هنا كده هيلاقي سطحين حاجه، سطحين بيلفوا على بعض مفيش بينهم ايه فاصل او يحصل ايه بينهم تلامس بمسافه صغيره قوي، جزء ثابت وجزء متحرك يهرب. فبيحصل ده الجزء ده اسمها الماتنج رينج ودي اسمها ايه اسمها السكندري ستيل ايلمنت. الماتنج رينج هنبص لها شكلها عامل ازاي قدام نركز فيها كده. قلنا ادي الاستافنج بوكس، وادي الحلقه مين الثابته، وادي الحلقه المتحركه اللي بتتحرك مع مين مع العمود، بتبقى ثابته على العمود بشافت سليف، ثابته على العمود بشافت ايه سليف. طيب ده جزء ثابت والجزء ده بيتحرك بايه بيمنع التسريب عن ايه عن التو فيسز دول ان الفلو يمنع يمشي من. طيب بطل تاكل ايه اللي يضمن ان الفيس ده يعمل كونتاكت تاني عايز ده؟ عندي سبرينج ورا هنا، السبرينج ده اول ما يحصل جزء تاكل يبدا السبرينج ايه يضغط على الكربونه دي يحصل ايه يضمن ان الجزء ده رجع لوضعيته تاني. طيب عشان امنع التهريب قال لك طب لا قدر الله ممكن الفلو يمشي ازاي، الفلو يهرب كده فاعمل ايه اعمل رينج هنا. طيب ممكن يحصل ايه تاني، ممكن الفلو يعدي من هنا لا قدر الله ويمشي على الشافت سليف ويبقى ايه عايز يعدي، فاعمل له ايه كمان اعمل له اورنج تاني. الاورنج دي هي عمليه ايه سكندري سيلينج كمان مع مين مع الميكانيكال سيل. فالميكانيكال سيل قلنا عباره عن جزئين، جزء ثابت في الاستافنج بوكس ماتنج رينج، وجزء متحرك بيتحرك مع مين مع العمود بيلف على العمود وعن طريق ايه شافت سليف، وطبعا وراه سبرينج بحيث لو حصل ايه لو حصل فيه مشكله. طيب قلنا ده جلاند اهو وادي الفلويد بروسيس اهو، قلنا الفلو عايز ايه عايز يمشي. طيب سؤال بقى، هل التو فيسز دول على طول ان كونتاكت؟ ما ينفعش التو فيسز يبقى ان كونتاكت، لازم في مسافه صغيره يحصل فيها عمليه ايه تبريد، بس النقطه اللي بتعدي ما بين التو فيسز دول نتيجه الايه ان التو دول
بيحصل بينهم تلامس مع الدوران بيحصل لها عمليه ايه فلاشنج، يعني وانس ان الدروبلت دخلت هنا بيحصل لها عمليه ايه فلاشنج وايه وبتتبخ، بس في نسبه تهريب بسيطه جدا مسموح بيها، بس انا ما بعرفش اشوف اصلا ما بلحقش اشوف. طبعا انا اصلا لو ايه لو الاثنين إيه السطحين متلامسين بالضبط طبعا ايه هيحصل ايه هيحصل كونتاكت ما بينهم مع الدوران هيحصل ايه هيت عالية جدا. الهيت العالية دي لازم الفلويد اللي ماشي ده يعمل عملية ايه تبريد للتو فيسز دول. طبعا الفلويد الماشي ده هيعمل عملية ايه هيت ترانسفير عن طريق كوندكشن والايه والكونفكشن. طيب الميكانيكال سيل دول جماعة طبعا التقدم قال لك ايه قال لك الميكانيكال سيل اللي انا هستخدمه في المية غير اللي هستخدمه في الجازولين غير اللي هستخدمه في الكيوسي. طيب يبقى صنفوهم اكوردنج لحاجة تانية خالص اسمها بقى الميكانيكال سيل بلان. الميكانيكال سيل فكل ميكانيكال سيل راكب على بامب الميديا اللي ماشيه في البامب هي اللي بتحدد البلان اللي انا هستخدمه. فالناس دايما معظم البلانز اللي موجوده طبعا مين اللي بيحددها كود اسمه الاي بي اي 682. قلنا الكود بتاع السنتريفيجال بامب كود 610 لكن الكود بتاع الميكانيكال سيل ايه كود 682. البلان 11 ده فاهم ازاي بيقول لك ايه بقى يقول لك احنا عندنا ميكانيكال سيل تمام بس طريقه التبريد بتاعته انا اعمل فيها ايه قال لك هاخد مسار من اللي طالع منين من الديستشارج ادخله يبرد فين يبرد الميكانيكال ويرجع تاني يخش فين يخش البامب. فبعمل ايه بعمل باي باس لاين فهم البامب ديستشارج وادخله على مين يبرد لي مين الميكانيكال او يعمل له عمليه ايه فلاش. طيب لو نرجع كده للتو فيسز اللي في بينهم كونتاكتين في حاجه مع التطور اللي حصل قال لك انا مش عايز التو فيسز دول يكونوا طول بعض. ليه يا عم مش عايزهم يكونوا طول بعض؟ قال لك لان الجزء الموفابل ده او الجزء اللي هيدور ده ايه اللي هيحصل اللي هيزق ورا سبرينج. سبرينج دي مع الوقت الاستيفنس بتاعتها بتقل مع الوقت الاستيفنس بتقل فبالتالي انا عايز اعمل ايه اقلل الفورس بتاعت السبرينج ديت اللي عايزه التو فيسز دول يبقوا ان كونتاكت معظم الوقت. فاعمل حاجه اسمها البالانس ريشيو. البالانس ريشيو طبعا ادي الجزء اللي بيحصل فيه الكونتاكت اهو وطبعا هنا السبرينج بيبقى ورا مين ورا الكربونه بتزقها كده عشان تحافظ ان الجزء ده يبقى ايه يبقى مقفول. فبيعمل ايه بدا ايه يخلي الجزء الاوبننج فورس اللي عايزه تفتح هنا ودي الكلوزنج فورس عايز اعمل لهم بالانس. فبدا يعمل ايه يتحكم في الاريا دي خلى دي حاجه اسمها اريا نود وحاجه اسمها اريا كلوزنج او اريا اوبننج واريا كلوزنج. فبدا يتغير في حاجه اسمها البالانس ريشيو. كل ما يغير في البالانس ريشيو كل ما بحتاج مين سبرينج عندي ستيفنس اقل فبالتالي اوفر في ثمن الميكانيكال سيل. فبدأ يلعب في مين بقى؟ ما بلعبش في الماتنج رينج خالص. الماتنج رينج الجزء الثابت ده ما بلعبش فيه. انا بلعب في مين؟ في البرايمري رينج اللي بتدور عندي دي. فبعمل لها ايه بقى؟ بلعب في الشكل بتاعها بحيث الفورس عندي بدل ما كانت على السطح ده كله بدت ايه؟ على الجزء ده بس. فبدأ يعمل بالانس ما بين الاوبننج فورس والايه؟ فظهر نوع جديد اسمه الايه؟ اسمه البالانسد سيل. البالانسد سيل البالانسد سيل ده معناه ايه معناه ان الجزء اللي هيعمل كونتاكت ده تقريبا زي الجزء اللي ايه اللي ورا ده فبيسموه الايه البالانسد سيل. فاهمين القصه ديت ادي الجزء ده اللي هيحصل فيه ايه كونتاكت. ده فكره عامه كده عن الميكانيكال سيل واستخداماته والايه والكاتيجوريز بتاعتها علشان نقدر نكمل بعد كده. فاهم ازاي هنخش بقى لو احنا نقدر عايزين تاخدوا بريك ولا حاجه ونخش بعد كده على السوبوكيتنج ايه كومبريسور وبعد كده اي حد عنده ايه اسئله نشوف.
طيب سلام شباب معانا. معاك يا جماعة ناموا ولا ايه؟ طيب شباب انتوا اتفضلوا. ايه انا برضو طب باشمهندس محمد معاك قد ايه فاضل قد ايه في السلايد؟ انا شايف ان شبكات الكمبيوتر هياخد وقت، فانا لو كده ممكن نخليه في وقت تاني، وهم لو عندهم اسئله في الديزل انجن او في البامبس الحاجات اللي احنا شرحناها دي او في الميكانيكال سيم، اي حد عنده سؤال ممكن يقوله ونجاوب. طيب انتوا ايه رايكم؟ ما ممكن يعني ناخد اسئله ولا عايزين تكملوا؟ نكمل يا دكتور. نعم نكمل يا دكتور. نكمل يا شباب انتوا يعني انا قلت ان انتوا زهقتوا. طيب باشمهندس محمد مبروك الزمالك بقى اول الدوري يعني. طيب ما اتفرجناش على الماتش مش مشكله. طيب شباب يعني هو انتوا محتاجين باشمهندس يكمل؟ معاك وقت قد ايه يا باشمهندس؟ انا شبكه الكمبيوتر ممكن ياخد نص ساعه مثلا. هو بس تقريبا عمر يحيى اللي رد، بس ما اعرفش باقي الناس برضو معاه ولا يعني. انتوا دلوقتي قدامنا اوبشن يعني تو اوبشنز، ناخد اسئله ونخلي جزء ده للمحاضره تانية او نكمل بقى وناخد اسئله على بعضها، بس كده احنا ممكن انا شايف ما نكملش وناخد اسئله افضل، عشان بس لو هم اخدوا ثلاث حاجات في وقت واحد ممكن ايه، انا بحاول انجز بجيب الحاجات المهمه فاهمني، بحس ايه نحصل اكتر استفاده. طيب فلو كده ممكن نخلي تمام باقي الميكانيكال سيل. طيب شباب اللي عنده سؤال كده يسال، هيفتح المايك ويسال او يكتب في الشات وباشمهندس محمد هيقدر يعني يقراه او انا اقراه له، مفيش مشكله. باشمهندس محمد في الشات اللي هو جنب العلامه بتاعت الايد كده، في الشات بتاع الشباب اسالوا فيه. طبعا في ناس بتقول ممكن السلايدز والاي بي اي بتاع المضخات ده عمر يحيى بيقول يعني، وواحد تاني بيقول ممكن السلايدز برضو. السلايدز كلها ان شاء الله هنزلها لكم. طبعا اللي فوق بقى في ناس بتشتكي من الصوت وال... طيب دي خلاص يعني مش مشكلتنا. طيب شباب حد عنده سؤال؟ طيب ايوه تمام اتفضل يا عمر. هو ايه الفرق يا باشمهندس ما بين التيربو تشارجر والسوبر تشارجر؟ بص يا عمر التيربو تشارجر باشمهندس بعدين. شباب اللي يسال بعد اذنكم يقفل المايك عشان صدى الصوت، او لو ما فيش مشكله تكملوا عادي. طيب اتفضل. سامعني كده يا جماعه؟ تمام معانا يا جماعه؟ ايوه سامعينك كويس اتفضل. طيب التيربو تشارجر ده هو ده اللي متواجد دلوقتي في معظم الديزل انجن، فازاي اللي هو بياخد الاكزوست اللي طالع من الانجن يشتغل بيه التربينه، التربينه عندي تشغل كومبريسور، الكومبريسور ده يعني يشغل لي ايه؟ طبعا يدخل الهواء جوه مين؟ جوه الانجن نفسه. لكن السوبر تشارجر ده نفسه فاهم ازاي؟ انا ما بعتمدش على مين؟ على الاكزوست. انا ممكن يكون السوبر تشارجر ده مشغل له حاجه ثانيه او شغال على موتور ولا حاجه فاهم ازاي؟ بس ممكن بنستخدمه يعني ايه؟ ساعات في التربو ماشينري مثلا في الجاز تربو في الحاجات دي، لكن في الديزل انجن هو اللي موجود التربو تشارجر. يا تمام يعني هو بياخد حركته منين؟ بياخد حركته من الكرانك شافت ولا الكام شافت؟ تربو. لا التربو تشارجر التربو تشارجر اصلا اللي بيعتمد ان ياخد الاكزوست اللي طالع من الديزل انجن يشغل بيه التربينه، التربينه على نفس العمود معاها كومبريسور، فما بياخدش حركه خالص، ده هو الاكزوست اللي طالع هو اللي بيخش على ريش التربينه بتاعت التربو تلف في التربينه، التربينه على نفس العمود بتاعها في كومبريسور، الكومبريسور هو اللي يسحب الهواء ويضغطه. فبالتالي حركة التيربو تشارجر لها من كام شافت ولا من الكرانك شافت، هو اصلا تربينه، التربينه فلو بيخش لها يلففها، فلو بتاع الاكزوست اللي طالع يخش على ريش التربينه يلففها. عمر هو انتوا ما خدتوش الكلام ده في انترنال؟
هو بس احنا خدنا التربو بس ما خدناش الفرق. الفرق ده يتالف يعني، خدته وانا كنت في تريننج، فكنت حاول ان انا اعرف الديفرنس ما بينهم. حد عنده سؤال؟ شكرا. طيب حد عنده سؤال تاني غير عمر؟ طيب هو ممكن يكون في سؤال في الشات، ناس ساعات بتسال. في حد بيسال بيقول ازاي بحدد الكليرنس بتاعه السنتريفيكال بامب؟ باشمهندس محمد سامعني؟ طبعا اتفضل. هو بيقول لك في واحد بيسال بيقول لك ازاي حد الكليرنس بتاع السنتريفيكال بامب. السنتريفيكال بامب كده كده انا بقيس الكليرنس ما بين الامبلر والكيسنج، واشوف الداتا شيت او المانوال بتاع البامب الكليرنس بتاعها اللي موجود قد ايه، بحيث لو زادت عن القيمه اللي موجوده في المانوال يبقى معناها كده ان انا حصل ايه زياده للكليرنس، فبالتالي البريشر اللي هيبقى ايه بيلد اب جوه الطرمبه فيها مشكله، فبالتالي اعمل ايه بقى؟ فمزاي يا اما الامبلر يبقى فيه تاكل او الكيسنج نفسه فيه تاكل، فبالتالي الكليرنس ده مش انا اللي بحدده، ده المصنع نفسه وهو بيصنع الطرمبه بيقول لي والله الكليرنس المفروض يكون كذا، علشان هو عامل ديزاين اناليسيس اكوردنج للبريشر اللي بيحصل اللي تبقى جوه البامب. تمام. انا بالتالي بقيسه وبقارنه بالايه بالمانوال، اشوف الرينج بتاعه في المسموح ولا في ايه ولا في وير زياده. طيب في حد تاني بيسال نوع السيل في البامب بحدده على اساس ايه؟ نوع السيل اللي في البامب بحدده اكوردنج للميديا اللي انا ايه اللي انا بشغال فيها. لو انا شغال في ميه، معظم الناس شغاله في ميه ما بتستخدمش ميكانيكال سيل، استخدم باكينج جلاند، لكن معظم الحاجات الفليمابل اللي موجودة في شركات البترول كلها اشتغل ميكانيكال سيل، لان هو مش عايز طبعا اي جزء يهرب من البامب يطلع بره، عشان لا قدر الله لو طلع بره كده فمثلا ممكن يبقى ايه يحصل فيه لا قدر الله حقيقة ولا حاجة، وهو مش عايز يخسر جزء من الفلو اللي ماشي جوه البامب يخسره بره يعني. فمش عايز اي ليك، طالما مش عايز اي ليك يبقى لازم ميكانيكال سي. طيب تمام. في حد بيقول عايز يقرا اكتر يعني يتوسع في موضوع السي، يقرا مين؟ اتفضل. عايز ايه؟ عايز يقرا اكتر في السيلينج، في السيل. انا ممكن انزل لكم على الميكانيكال سي، هنزل لك كورس كامل، فمزاء اديكم كورس كامل مفيش مشكله، المتاهل بتاعته وانزل لكم لينكات بتاعت حاجات ان شاء الله تستفيدوا بيها. طيب شباب حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده أسئلة في الديزل انجن؟ طيب هو واضح انه يعني كده خلاص الناس استكفت. طبعا يعني انا بشكر شبكات الكمبيوتر ان شاء الله في وقت تاني هنظبطها ان شاء الله مع بعض، وحتى لو ما لقيناش وقت ولا حاجه ممكن انزل لكم الماتيريال بتاعتها، فهنزل لكم الماتيريال بتاعت الديزل انجن. معظم الحاجه اللي اتكلمنا فيها شباب احنا اتكلمنا فيه عجاله، لكن الكورسات ديت لو احنا عايزين نتكلم ممكن الديزل انجن ده على الاقل يتاخد له مثلا 7-8 محاضرات او 7-8 يعني سيشنز زي دي، والبامب نفس القصه كده، بس احنا بنحاول نلم يعني ايه شويه يعني ايه شويه نقط كده مهمه يعني. لكن في حاجات طبعا لازم احنا عشان بعد ما نتخرج الواقع بعد كده بعد التخرج يختلف عن اللي احنا درسناه في الكليه في حاجات معينه يعني معظم الشغل بره، فاهم ازاي؟ لازم ابقى كواليفايد في حاجات معينه، زي ان انا بعد التخرج على طول فاهم ازاي اقرا عن البامبس على قد ما اقدر، واقرا عن الديزل انجن، واقرا عن سبكيت الكمبريسور، واقرا عن الجاس تيربين، عشان معظم الروتيتنج ايكويبمنت اللي شغاله في الصناعه بره هي الاربع حاجات دول. وانس اللي انا بقيت كويس فيهم وشاطر اي انترفيو ان شاء الله يبقى فيه كويس يعني. ومن ضمن الحاجات وانا بعمل انترفيو شبه عشان الناس كانت بتسال ايه الاسئله اللي بتتسال في الانترفيو والحاجات دي كلها، اي انترفيو فاهم ازاي مش بيهتم ان انت تجاوب على الاسئله، بيهتم على
فاهم ازاي؟ ان انت حتى لو انت ما عرفتش تجاوب على السؤال عندك اسلوب ابداعي ان انت حتى تفكر في السؤال بطريقه منطقيه. يعني هو في الانترفيو مش بيمتحنك زي الكليه ويديك سؤال صح وسؤال خطا، هو بيشوف طريقه تفكيرك انت في حل مشكله. يعني يقول لك لو عندي مشكله في السايت تقدر تحلها ازاي، فلازم وانت في الانترفيو على قد ما تقدر يبقى عندك ثبات انفعالي، يعني تبقى هادي كده ومش نافذ ولا اي حاجه، فاهم ازاي؟ وتسمع الاسئله وتفكر، والانسان اللي قدامك ده فاهم ازاي؟ يعني اكيد كان في يوم من الايام بيعمل انترفيو زيك يعني. فالعمليه كلها احنا مش كلها مش شغالين في مختلف ناس يعني، فكلها معلومات انت في الاخر ممكن على النت تجيب المعلومات دي، بس هو بيختبر قدامك في حاجه اسمها كريتيكال ثينكينج، يعني شوف انت فاهم ازاي. لو هو اداك مشكله هل هتعرف فاهم ازاي المشكله دي، تحدد المشكله دي سببها ايه؟ ولازم دايما عشان تبقى مهندس شاطر في اي مكان وتثبت نفسك لازم على الاقل تبقى منظم لافكارك. وانت بتعمل ترابل شوتنج لاي معده، اي معده فاهم ازاي، لما تقابلها في الواقع هيقابلك فيها مشاكل. اللي بيختلف مهندس عن مهندس طريقه حل المشكله. في مهندس عشان يحل المشكله محتاج له اسبوع اسبوعين، وفي مهندس تاني خلال يوم واحد او 3 4 ساعات يحل المشكله. ايه الفرق بين المهندس ده والمهندس ده؟ الاثنين متخرجين والاثنين ممكن يكون جايبين تقديرات مفيش مشكله، بس في واحد نظم افكاره وبدا من السهل للصعب، وفي واحد اول ما بدا يحل المشكله فكر في حاجه بعيده قوي محدش يقدر يتخيلها وبدا يحل المشكله من النقطه دي. فبالتالي لازم وانا بحل اي مشكله تقابلني في الحياه او في اي روتيتنج ايكويبمنت او اي مشكله في شغلي افكر بالسهل الاول بعد كده لحد الصعب. فانا ممكن اقول لكم مثلا، يعني كنا عايزين نتكلم حتى في الترابل شوتينج اللي بتحصل في الديزل انجن والترابل شوتينج اللي بتحصل في البومبس، ممكن اكلمكم في مجال كده. مثلا الديزل انجن المكنه بتسخن، مكنه بتسخن يعني اجي اقيس درجه الحراره بتاعتها المفروض اصلا على البانل بتاعتي بتاعت الديزل انجن بيجيب درجه حراره الميه اللي ماشيه. المفروض الطبيعي بتاعي مثلا بتبقى في رينج مثلا ايه ال 80 90 درجه، لو لقيت بدات تعلى وسط 95 و96 والقصص كده فبدا كده يبقى انا عندي فيه مشكله فين في المكنه، فاقول لك الحق يا باشمهندس المكنه بتسخن. فعشان انا افكر في المكنه اللي بتسخن اول تفكير هيجي الكولينج سيستم بتاعي فيه مشكله. فوانس ان الكولينج سيستم فيه مشكله ما فكرش بقى انا اقول ايه، اقول لا ده الووتر بامب هي اللي فيها مشكله، لا ما ممكن يكون في حاجات بسيطه ممكن احلها. ففي مهندس اول ما يحل يقول لك لا فك الووتر بامب، طب ما في واحد تاني ممكن يقول لك ايه انا ببرد الكولينج سيستم ده شغال ان الميه بتعدي في الرادياتير بتاعي، فاهم ازاي؟ ايه اللي بيبرد الميه؟ الفلو بتاع المروحه. فممكن يكون المروحه ديت السيول بتاعتها اللي هي بتاخد حركتها منين؟ من الكرانك شافت. السيول دي فيها مشكله، فبالتالي حاجة بسيطة هي لو انا عملتها ممكن تحل لي المشكلة. في الاخر معظم مشاكل الانجن نفسه بيبقى بيسخن بيلاقي السير مروحة نفسه فيه مشكلة، في حين ان ناس تانية عشان تحل المشكلة فكت الووتر بامب قعدت تحل في المشكلة اسبوع، واحد تاني في نص ساعة حل المشكلة. فبالتالي التفكير المنطقي في حل المشكلة هو نص حل المشكلة. من ضمن المشاكل فاحنا ايه مشاكل انجن بيسخن مثلا، اول حاجه لو الفان اللي بتبرد الميه اللي ماشيه في الرادياتير فيها مشكله، او السير اللي بينقل الحركه فيه مشكله. تاني حاجه ممكن تكون الثيرموستات نفسه، مش احنا قلنا الثيرموستات ده بيحبس الايه الفلو لحد ما الفلو اللي جوه الانجن الروتيشن بتاعه يوصل 83 او 85 درجه بعد كده يبدا يفتح يدخل الرادياتير. طب افرض الثيرموستات ده قافش ما فتحش خالص، فالميه اللي هيحصل لها سيركيليشن جوه الانجن مش هتوصل 83 و84، لا ده هتبدا تعلى. فدي تاني حاجه الثيرموستات دي ممكن في 10 دقائق احلها اشيك عليها هي بتفتح ولا مش بتفتح. يبقى دي تاني ايه تاني سبب يعمل لي مشكله. ممكن انسداد الرادياتير نفسه، الرادياتير ده هيت اكسشنجر، الميه بتخش في الابر هيدر تمشي فين في المواسير تنزل للور هيدر عن طريق الميه، الهواء طبعا جاي لمين من الفانه يبقى رد لمين. طيب لو المواسير دي مسدوده في طين جوه او في حاجه مثلا او سلادج ولا حاجه سدال المسارات دي يبقى في مشكله في الرادياتير. المشكله الثانيه
ممكن لا قدر الله فمزاي يكون في مشكله عندي في الوتر بامب، بس دي بس ايه خامس احتمال مش اول احتمال ابدا فيه. فاحنا شباب فاحنا واحنا بنحل اي مشكله هتقابلنا في الشغل لازم ننظم افكارنا، نبدا من السهل لحد الصعب. من ضمن الاسباب برضه اللي بتعمل لي مشكله سخونه في الانجن يكون عندي التكيهات نفسها محمله. ايه التكيهات ديت اللي محمله دي؟ التكيهات ديت اللي هم بيسموه روكر ارم ميكانيزم اللي بيفتح ويقفل الصبابات، فبالتالي لو هي محمله يبقى في ديلي طايم، فالاكزوست فالف ده بدل ما يفتح اتاخر شويه في الفتح، فحبس الاكزوست جوه الكومباشن تشيمبر. فطالما حبس الفلو جوه الكومباشن تشيمبر فبالتالي ايه درجه الحراره بتاعه الاكزوست هتعلى قوي، بدل ما تبقى 600 700 هتوصل ل 750 ل 800، فبالتالي هتسخن المكنه. فيقول لك دايما دي من ضمن الاسباب اللي تسخن المكنه. من ضمن برضه الترابل شوتنج اللي بتحصل في الديزل انجن، يقول لك الحق يا باشمهندس بتخلط ميه عربيه تلاقي نفسه اللي يعني لونه. من ضمن الاسباب اول سبب احنا قلنا ايه؟ قلنا الميه بتخش وهي الراينر بتاعي، فاهم ازاي؟ في اسات لو الاساتك دي اللي موجوده في ملي ميه على الزيت، لو في كوبايات اللي هي بتاعه الرشاشات فيها مشكله تعمل له ميه على الزيت، فكلها مشاكل هتقابلك في اي معده. بس الفرق بين مهندس ومهندس، واحد حل المشكله في ساعه لان هو بدا من السهل للصعب، وفي واحد بدا باصعب حاجه وممكن حد ما توقعهاش وبدا بيها وعقد الامور اكتر ما هي متعقده. فهمنا يا شباب؟ طبعا احنا لو هنتكلم على مشاكل ديزل انجن او البامب هنقعد مثلا اسبوع من هنا، فاحنا بنحاول ايه اقول لكم مثلا معظم المشاكل الايه الشائعه اللي ممكن تقابلها كديزل انجن. البامب نفسها يقول لك البامب ديت الفايبريشن بتاعها عالي قوي، يجي يقيسوا على الفايبريشن يقول لك يا باشمهندس الفايبريشن بتاع البامب ده عالي. اول مشكله انت تاخد بالك منها، فاهم ازاي؟ وانت بتشيك على اي بامب الفايبريشن بتاعها عالي ما تقولش البيرنج، يجي واحد ايه يقول لك يا باشمهندس حل البامب، طالما البامب بتاعتنا فاهم ازاي الفايبريشن بتاعها عالي حل البامب وديها الورشه غير لها البيرنج. هتغير البيرنج تقعد 3 ايام تغير البيرنج، في حين ان انت لو فكيت السبيس شيكت على الميس الاين وبين الموتور ممكن تلاقي فيه ميس الاين، ممكن يحصل في ممكن تلاقي فيه فاونديشن نفسه التثبيت بتاع الطرمبه في مشكله. في حاجه اسمها بايب ستين دي ما اتكلمناش عليها. طبعا السكشن فلانش والسكشن والديسشارج فلانش دول بتركب الخطوط دي راكبه في البامب على العاصي تعمل لك حاجه اسمها بايب ستين. البايب ستين ده يعمل لك فايبريشن، فكل ديت اسباب تعمل لك مشكله الفايبريشن. بس فرق بين مهندس ومهندس، واحد حلها من اقصى الطرق والتاني قعد عشان يحل المشكله قعد اسبوع. فدي معظم المشاكل الشائعه اللي انت ممكن تقابلها فين؟ في الديزل انجن او في البامب. حد عنده اسئله يا شباب؟ تسلم يا باشمهندس. تسلم يا باشمهندس. الله ينور. شكرا جزيلا يا شباب كده، وان شاء الله اقدم لكم ماتيريال على الجروب، ولو في حد عنده دكتور سلام يديكم حتى الاكونت الشخصي بتاع الفيسبوك، يبعت لي اي حد عايز يفهم اي حاجه في اي روتيتنج ايكويبمنت او اي حاجه، او يسال في اي حاجه حتى في الانترنت في الشغل عامل ازاي. معاش هو الدنيا كانت، فاحنا حاولنا نلم على قد ما نقدر في خلال الساعتين دول. يعني انا بشكرك شكرا جدا باشمهندس محمد على مجهودك وتعبك باسمي يعني وباسم الباشمهندسين اللي معانا كلهم يعني، واتمنى ان هم يكونوا استفادوا كويس، واحنا بنعتذر عن اللخبطه بتاعه البرزنت الاول يعني بتاعه العرض.
ويعني ان شاء الله كده نشوفكم مهندسين كبار يعني زي باشمهندس محمد ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. شكرا.